احسن حاجات غريبه جدا. الطب الاقي دكتوره في طب بتتكلمني بتقول لي احنا بنعمل حاجه اسمها اوبن لوب كنترول وفي حاجه اسمها كلوز لوب كنترول. ده ايه ده؟ كلينيكال باثولوجي يعملوا حاجه في كلينيكال باثولوجي في طب بيستخدموا حاجه اسمها اوبن لوب وحاجه اسمها كلوز لوب. فمين وفين كده الكونسبتس بتاعتنا؟ هو الفيدباك كنترول داخل في كل حاجه. فانت ممكن تقابلك فيدباك لوب واحده في مشروع ملوش اي علاقه خالص بالكنترول، مشروع امبيدد سيستم، مشروع الكترونكس، مشروع كوميونيكيشنز، وات ايفر يعني. طيب انا هحط لكم كذا سلايد بعد ما نخلص الكلام ده واقول لكم اتفضل. ادي كيس حصلت قدامنا تمام، في البي اي دي كنترول اول كان شغال كويس، وادي البروسيس فاريبل بتاعي، وادي السيت بوينت، وفجأة الكنترول اوت نزل لصفر. وفجأة المحطة اللي أنا كنت فيها دي حصل بوير تريب. تريب معناه إيه؟ معناه إن حصل شوت داون، بس شوت داون أمور ما زال تكون سايق العربية وشد المفتاح لو ينفع يعني، هتلاقي العربية حصل إيه؟ كركرت ووقف فجأة. فإحنا فعلا في السايت ده بتكون بتسمع صوت زي انفجار كده وتلاقي فيه رقبة ويقول لك حصل تريب. طبعا التريب ده مش حاجة كويسة عليه تورمنت، بس أحسن ما ينفجر. يعني لو حصل عندك كل يوم بيحصل تريب بيأثر على حياة الإيكويبمنت بعد كده يعني، لكن أحسن من يحصل إيه؟ انفجار يعني، أحسن من يحصل مشكلة، يحصل تسليم مثلا لغاز ولا حاجة. طيب فهم قال لك لا ده في مشكلة في الكنترولر، التيونينج بتاع الكنترولر. بالنسبة للإندستري أي مشكلة تحصل في البيئة تبع البيئة دي بيسموها تيونينج. فأنت عملت تيونينج غلط. فانا هحط لكم كذا سلايد قدامنا كده، هحط لكم كذا سلايد كده اقعد واسالكم هل دي مشكله تيم؟ يمكن لو غيرنا الاثنين، يمكن لو زودت الانتجرال تايب مشكله تيم ولا مش مشكله تيم؟ اللي في الناس اللي بيعملوا ايه؟ طب نجرب نزود ايه؟ طب نجرب نعمل الانتجرال تايب وهي اصلا ممكن تطلع مشكله مش تيم خالص. ليه؟ مش فاهم فيها دي بتشتغل ازاي؟ اهي الكنترول اوت بينزل للصفر. الفلو هنا ده كان فيد ووتر بيفيد الغلايه البويلر بتاعي، فالفيد ووتر فضل يقل 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 يقل. بعد فتره طبعا خلاص الليفل بدا يقل في الدرام. الفيد ووتر ده الميه اللي بستخدمها عشان اغليها واطلع ستيم، خلاص البويلر الليفل جوه الدرام بدا يقل. حصل تريب، مش هشتغل على ايه؟ زي الغلايه بتاعتك كده، تخيل لو انت البيدل في البيت شغلتها ومفيش ميه جواها، اللي يحصل هتحط على طول ولا هتتحرق يعني. فانا هحط السلايد في كذا واحد، ده وده 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 كذا واحد، حط كذا سلايد قدامكم واقول لكم ايه اللي حصل؟ يصلحوا ده ازاي؟ لو احنا فاهمين البي اي دي كنترول بيشتغل ازاي هنعرف نتصرف، لو احنا مش فاهمين البي اي دي كنترول بيشتغل ازاي هنقف في وسط خالص. ودي مشكله كبيره جدا، مع ان الموضوع بسيط قوي يعني، موضوع افتراضي اصلا. لا مثلا في يعني ما فيهوش ماثيماتكس جامده لدرجه ان هي تكلكع الدنيا، ما فيهوش مثلا عشان اعمل اناليسز ان انا، بس هي في كذا الجوريزم تديني الحكم يعني، كانك بيلدينج بلوكس كده. فاول حاجه هنتكلم عليها بعد الانتدكشن هنتكلم على كل مودز لوحدها، قبل ما نتكلم على كذا مودز مع بعض. وهتستغرب البروبوشنال مود ده في الوقت اكتر من الاثنين التانيين. حاجه غريبه لو عندك البروبوشنال مود في الجيم في الايرو يعني. جيم في الايرو يعني، بس هي الكور بتاع الفي لو فهمت البروبوشنال مود كويس هتلاقي الاثنين التانيين سهلين جدا. الباشمهندس اللي ماسك الموبايل بايدك كلها بعد شويه. ما عشان هم بيظبطوا ورا بيظبطوا ورا المايك فلسه ما فيش. طيب هنتكلم الاول على الانتدكشن سريعا. الانتدكشن بتتكلم على البي اي دي كنترولر. البي اي دي كنترولر كالجوريزم بالفضل. ده مظبوط، ده هنوصله بقى لما نوصله لما نخلص كل ما يعني عشان ده دلوقتي بس انا لسه بندرس البي اي دي، هندسه ونستوعب كل حاجه وبعدين بقى اجي ايه احطها قدامك. وبعد المشكله بقى ايه؟ بعد ما تدرس كل حاجه هتلاقي بقى الناس بدات ايه بقى؟ مش يمكن سحر، مش يمكن ملموس،
هتلاقي حاجات كونسيستنت ليه دي الناس درست الحاجات دي رقم كبير دي بدا بقى اللي هو ايه ربنا يعلمه بجزء من صفر هو شايف كده خلاص انت عايز ايه؟ كم ده السؤال؟ هساله لكم وهنبدا نفكر اقول لكم ايه اللي يخلي كده الدكتور ينزل صفر؟ وهستغرب الاجابه في السلايدز دي الاجابه في السلايدز كتير اللي هناخدها المره دي والمره الجايه والمره اللي بعدها. الالجوريزم بتاع البي اي دي حاجه غريبه قوي بتكون ديفولت في العشرينات من السنشري اللي فات. يعني بقى له تقريبا 100 سنة. أنا متهيألي ما شفتش ألجوريزم تاني في الإنجينيرنج بقى له 100 سنة وشغال زي ما هو أو بيستخدم بمعنى أصح. يعني أنت ممكن تقول لي مثلا والله السامبلينج ثيوري موجودة مش عارف من سنة كام مظبوط بس تستخدم بنفس المنظر البي أي دي بيستخدم من العشرينات القرن اللي فات والثلاثينات كإيه؟ كنيوماتيك كنترولر وبعدين كإلكترونيك كنترولر الألجوريزم نفسه موجود معايا. This is the most widely used control for all control problems, مش بس process control. 90% من ال control problems مع ال PID بيستخدموا ال PID control ليها. 90% لو روح بقى ال process control نسبة بتزيد لكام؟ 95% رقم خرافي جدا. طب ال 5% اللي فاضلة دي 5% اللي فاضلة دي أو 10% اللي فاضلة دي بيكمبيت فيها إيه بقى؟ بيكون في فيها كل اللي انت تسمع عنه تاني فازي كنترول فازي كنترول نيورال كنترول ايه تاني موديل بريدكتيف كنترول كل الجينيتك الجوريزمز اي اي كل اللي ما تسمع عنه بيكون في ال 5% اللي فاضيين و 90% او 95% البي اي دي كنترول يعني الجوريزم بيستخدم في كثافه. المضحك في الموضوع ايه بقى؟ لكن لما تفكر فيه هو الجسم بسيط جدا ما هوش صعب هو جيم ملتي بلاي في الايرور زائد حاجه في الانتجريشن زائد حاجه ثانيه في ايه؟ في الريفيتيف كويس. في السبعينات والثمانينات كان في برزنتيشن كده لقيتها على الانترنت الراجل جايب كودز ناس قالوها في الاندستري وفي الجامعات فترة السبعينات والثمانينات فترة بقى ايه البوينج بتاعت الايه المايكرو بروسيسور تكنولوجي كان بدأت بقى تتحسن وبدأ يبقى عندي الكمبيوترز بتاعتي فجايب كودز بقى ناس بيقولوا كده في الاندستري بيقولوا ايه في الاندستري في السبعينات بيقولوا ده هيبقى اوبسوليت بعد شهر خلاص البيع اللي لنا هيبقى سمثينج اوف ذا باست. احنا دلوقتي عندنا تكنولوجي تخليني اعمل حاجات اصعب بكتير قوي او احسن بكتير قوي من البيع دي فالبيع دي بعد شويه هيبقى اوبسوليت. الكلام ده منين؟ من السبعينات والثمانينات. هل ده حصل؟ لا ما حصلش خالص ومش هيحصل. ليه بقى؟ البي اي ايز ويل كونتينيو تو بي ثرو ذا فيتشر ان هو ويل ستيل بي ذا موست وايد يوز كنترول. ليه البي اي ايز بيستخدم لغايه دلوقتي؟ ليه المنظر ده؟ هل ده في ان هو مثلا بيطلع احسن نتائج؟ هل ده هو احسن كنترول؟ لا ما حدش قال كده. عايز احسن نتائج محتاج تروح لموديل بريدكتيف كنترول. موديل بريدكتيف كنترول ده تكنيك اسمه موديل تبع كاتيجوري اسمها موديل بيس كنترول دي بتديك نتائج ممتازه لما بيسموها العربيات في الاوتونوموس كارز. ليه؟ عشان في الاوتونوموس كارز انت ما ينفعش تقول لي والله لسه الكنترول بتاعي لو لقى اوبستكل قدامي مش هيلحق يفضل بسرعه. لا هتفرق قوي في حياتك يا ادم. فبالتالي تروح وقتها لواحد التكنيك الجوريزم كودينج وايز اصعب بكتير جدا. الكود بتاعه اصعب بكتير جدا من الدرجه دي لكن هيز وورث كويس قوي. يبقى في حاجه يعني كان في تكنيكس ممكن تبيد البي اي دي دي مش احسن حاجه صح؟ ما هوش احسن حاجه. طب ليه ستيل هو موست وايد يوز ويزيست كونتينيو تو بي ثرو ذا فيوتشر ليه؟ اول سبب سمبلستي الالجوريثم نفسه سهل افهمه يعني سهل ان انا اعرف اشرحه كده رغم ان في سلايدز كتيره وبتاع بس يعني سهل ان نقعد نتكلم سهل اشرحه لناس حتى مش مهندسين مش هدخل بديتيلز قوي مش هتكلم على لاست باسورد مثلا لما اتكلم مع واحد مش مهندس لكن سهل افهمه اقول له ده ممكن يتغير في الايرو لما الايرو بيزيد الاكشن بتاع الكنترول بيزيد سهل اقول الكلام ده فهو الالجوريثم سهل. تفضل. الكنترولرز الثانيه يعني صعوبتها
بتاعه يعني هتكلم عليها كمان ثواني. قصدي زي ايه مثلا؟ اللي هي بقول لك في الكنترول انا قلت له شويه اديني ثواني هتكلم عنه دلوقتي. اوينج للسمبلستي بتاعته. ايه كمان؟ فاميليارتي. فاميليارتي يعني الناس كلها عارفاه، الاندستري معظمها عارفاه، فالناس فاميليار بيه، فاهمين يعني ايه جيم، يعني ايه انتجرال تايم، في فاميليارتي كده للايه؟ للبي اي دي موجوده في الاندستري، ودي حاجه احنا وصلناها ولسه موجوده. طيب ايه كمان؟ ايه كمان غير الاثنين دول؟ ايه اللي بيخلي الناس بتحب البي اي دي؟ برفورمانس. البرفورمانس بتاعه ما هواش احسن حاجه. بس it is enough. It is not perfect but it is enough. يعني ايه it is enough؟ يعني لو جيت على فلو لوب، فلو كنترول لوب في الاندستري، وغيرت السيت بوينت والكنترول بتاعي طلع لي فلو وصل للسيت بوينت في خلال ثانيتين، في خلال ثانيتين ونص، وانت اللي قلت لي بص بقى ده انا هعمل لك بقى ايه؟ الجوريزم دي فاصل كنترولر بقى. بعد ما عملته وصلك للسيت ستيت في خلال ثانيه ونص. محدش فارق عن كده. يعني في السايت في الاندستري في البروسس كنترول مش مشكله كبيره يعني. بينما ده ممكن يفرق فين؟ الدكتور مسكار، الدكتور مسكار ده يفرق جامد قوي. فبالتالي في معظم الابلكيشنز يعني اللي بتيجي بتديني برفورمانس از نوت بيرفكت بس ايه؟ اتيز انف. مش هتلاقي ان انا اجهد نفسي اكتر من كده يعني. طيب ايه حاجه ايه كمان بقى؟ روبستنس. واحده من الميزات بتاعت البي اي دي الجامده قوي حاجه اسمها بيسموها روبستنس. يعني ايه روبستنس؟ روبستنس دي برانش اوفر كنترول، برانش سخيف كده اوفر كنترول مليان ماثيماتكس اسمه روبست كنترول. ايه روبست كنترول ده؟ كل الفكره بتاعته هو لو البروسس اتغيرت الكنترول بتاعي هيشتغل ولا هيبقى ايه؟ ولا لو هتبقى انستيبل. يعني انا عارف ان البرفورمانس هيبقى اوحش شويه، بس اوحش يعني لو انستيبل ولا ممكن تبقى ستيل اللوب شغاله معايا؟ اوفر شوت عاليه شويه او سيتنج تايم اكبر شويه، لكن ما يبقاش لوب انستيبل، ما يبقاش سستين اوسيليشن. فده بيسموه روبس كنترول. طب ايه علاقه ده بالبي ار دي؟ البي ار دي كنترولر، البي ار دي كنترولر فيه ميزه حلوه قوي ان هو روبس شويه. يعني ايه روبس شويه؟ يعني تو سام ديجري، تو سام ديجري البروسيس ممكن تتغير وهو شغال عليها. ودي ميزه ممتازه لان المودلز اللي بنطلعها دي ابروكسيمت مودلز، احنا متفقين على كده. قلت لكم في اللاب هطلع ابروكسيمت مودل للبروسيس كويس قوي. معنى كده انك طلعت ابروكسيمت مودل معناها ايه؟ ان الاكشوال مش زي المودل بتاعك. فالمودل بتاعك ده ممكن يكون قريب من الاكشوال، ممكن يكون وحش شويه، ما طلعتش مودل كويس. ومشكله كمان بقى البروسيس ممكن تتغير مع الوقت. العربيه لو طلع موديل العربيه ده مش هيتغير مع الوقت، العجل بيتمسح مع الوقت، تمام؟ الانجن بيحصل له ويرنج مع الوقت، يبقى الموديل ممكن يتغير، تمام؟ فانا محتاج الكنترولر، البروسيس ممكن تتغير، فانا محتاج الكنترولر يبقى روبست كنترول. معناها ايه؟ معناها ما يقولش لا انا بشتغل بس على الموديل ده، انت بتديني موديل في اللوب، لو الموديل اتغير اشياء ماليش دعوه، ما ينفعش، تمام؟ كويس قوي. فالاربع ميزات دول هم اللي بيخلوا البي ار دي كنترولر بيستخدم لغايه دلوقتي بيستخدم بفظاعه يعني. دايما انا لما باجي بشرح السلايد دي بحب اقول للناس بفكر احكي لهم على حاجه اسمها وان سايز فيتس اول تيشيرت. حد عمره اشترى تيشيرت او قميص واسمه وراح يدور على السايز بتاعه قالوا له ما فيش سايز، ده هو اسمه وان سايز فيتس اول تيشيرت. حد جرب التجربه دي؟ وان سايز فيتس اول ده مقاس هو ستاندرد تلبسه دايما يطلع بيه. انت بقى ايه؟ لو انت قصير شويه يبقى طويل عليك، لو انت طويل شويه يبقى واصل وسطك. ممكن لو انت مليان هتلاقيه مقاسك على كرشك، انت حاصل بقى، تمام؟ بس هو كده هم استسهلوا عملك وان سايز فيتس اول تيشيرت. توقع الزبطه بتاعت الوان سايز فيتس اول تيشيرت ده هتبقى احسن عليك ولا لو ده بي اي كنترولر لو رحت فصلت التيشيرت؟ اكيد لو فصلت طبعا، اكيد لو هيطلع مظبوط عليك بالظبط. طب ايه علاقه ده باللي بنقوله ان البي اي دي كنترولر هو الوان سايز فيتس اول تيشيرت؟ هل معدل البي اي دي كنترولر بيختلف حسب البروسيس؟
هي نفس المعادله صح؟ معادله فيها امال ايه اللي بيختلف فيها؟ البارامترز اللي فيها ده حضرتك لما بتاخد التيشيرت بتلاقيه طويل عليك شويه تقوم تعمل ايه؟ تدخله جوه البنطلون. تلاقيه مثلا الكم طويل شويه تقوم تدي الكم صح؟ هو ده التيونينج اللي بنعمله ان انا يعني ايه بظبط شويه الايه؟ التيشيرت بتاعي على قد ما اقدر. طب كويس قوي، طب انا عايز بقى احسن برفورمانس، عايز احسن ظبطه في التيشيرت ده، ما تاخدش ده روح بقى الكازي بس ده ايه؟ ده بيسموه بندفع فلوس وده هو وقت مش هستلمه على طول، فده بيسموه بالنسبه للكنترول ده اللي بنسميه موديل بيز كنترول. طب ايه يعني الموديل بيز كنترول؟ حضرتك معادله الكنترولر اللي هو الموديل بريدكتيف كنترولر واحد من الاكزامبلز اللي بتفول اندر ذيس امبريلا اسمه موديل بريدكتيف كنترول، ده اللي بيسموه الدكتور ماسكارز على فكره. واحد من الكاتيجوري دي اسمها موديل بيز كنترول، المعادله بتاعته مش ثابته، معادلته متوقفه على معادله البروسيس. يعني بمعنى تاني تقول لي اكتب لي المعادله بتاعته معرفش كام ترم، ما اقدرش اقول لك الكنترول ارجو بيساوي كذا زائد كذا كذا، ممكن تبقى 7 ترمات، ممكن تبقى 12 ترم، ممكن تبقى 80 ترم، معرفش حسب ايه؟ حسب معادله البروسيس. وبالتالي ده بيسموه موديل بيز كنترول، ده بالتفصيل. طب ده برفورمانس احسن، عظيم، ممتاز، ليتس جو فور ات. ادفع 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 فلوس وادفع وقت عشان تستخدم الموديل بريدكتيف كنترول، بيستخدم في الاندستري اه بس بفلوس، بيستخدموه في لما تكون بقى فعلا انا عايز ايه؟ انا عايز ليفل اوف برفورمانس اعلى بكتير، في اسباب تستاهل ان انا اموف من الوان سايز فيتس اول اللي هو البي اي دي للتيلورد سوليوشن اللي هو الموديل بيست كنترول دوت. تمام؟ كده انا رديت على السؤال؟ فالبي اي دي كنترولر ده الوان سايز فيتس اول سوليوشن، المعادله بتاعته معادله ستامبا مش هتتغير، بس كل الفيتشرز اللي عندي ايه؟ ان انا اغير التيوبينج برامتر، ده اللي بنسميه تيوبينج. ده اللي احنا بنتكلم عليه في جزء التيوبينج، ده اللي هو زي كده ارنوب ده لما ايه؟ لقى التيشيرت طويل راح هيدني الكم ولا يدخل التيشيرت جوه ولا يعمل اي حاجه. كويس. طيب ده كده الايه؟ الوان سايز فيتس اول. الاخر بوليت هنا بنتكلم على حاجه اسمها اول رودز ليد تو بي اي دي. ايه اول رودز ليد تو بي اي دي؟ الحاجات المضحكه شويه، الحاجات المضحكه شويه ان حتى في المور سوفيستيكيتد كنترولرز، يعني الموديل بريدكتيف كنترول، الموديل بريدكتيف كنترول ده مثلا يعني كاكزامبل لما بنيجي نشغله لما بنيجي نستخدمه بنستخدمه اون توب اوف بي اي دي كنترول. يعني ايه اون توب اوف بي اي دي كنترول؟ يعني حتى لما اجي استخدم الموديل بريدكتيف كنترول بحط معاه موديل بريدكتيف كنترولر زي كده ايه؟ الصبي بتاعه بالظبط زي الصبي بتاعه. يعني انت ايه؟ انت الميكانيكي ماستر مثلا، انت الميكانيكي الرئيسي يا اخ انت اه، طب انت ليه الفيديو ده ليه مش فيديو مش صعب ده؟ ده الصبي بتاعك. فاحنا حتى في الموديل بريدكتيف كنترول حتى لما بنيجي نستخدمه نعمل ايه؟ بنحط له كده صبيان تحتيه كده بي اي دي كنترولر لوبس كده تحتيه وهو بيعمل ايه؟ هو بيسيب اون توب اوف ذيم. ليه بنعمل كده؟ عشان نستغل ان البي اي دي كنترولر فيه فيتشرز حلوه، فاللوبس السمولر لوبس دي او اللي بيسموها سليم لوبس دي تشتغل تبقى انا ضامنها. تمام؟ وبعدين بعد كده الراجل ده اسيب له ايه؟ اسيب له الشغلانه الصعبه اللي فوق بقى. اسيب له الشغل ده كده بيجي بالظبط بيعمل ايه؟ هل بيسيب بنية يعمل كل حاجة؟ لا، هو بيقول له ايه؟ ربط العجلة. حاجات بسيطة، يجي بقى لحظة الحاجات المهمة يعملها بنفسه. فحتى في الحاجات السوفيستيكيتد كنترول بلاقي البي او دي كنترول داخل معايا. كويس، دي كلها كانت الانتروداكشن بتاعتنا. تعالى نتكلم بقى على ايه؟ على البروبورشنال مود، وهناخد فيها وقت كتير من البني زي ما قلت لكم فهمناها كويس هتسهل علينا حاجات في حياتنا كلها. البروبورشنال مود بسيطة قوي. البروبورشنال مود بسيطة ككونسبت. ايه البروبورشنال مود؟ انت بتميتيت عقل البني ادم. يعني ايه بتميتيت عقل البني ادم؟ انت لما اخوك الصغير جه في امتحان لو جايب درجة امتحان عربي ساقط
دايب 20 من 60 بتقول له ايه؟ بتقول له لا ما ينفعش، انت لازم كل يوم، لازم كل يوم تحط ساعتين او ساعة ونص مذاكرة عربي، كل يوم ساعة ونص عربي، عشان مش هينفع اقعد كده، كل يوم ساعة ونص تذاكر عربي كويس. جه الامتحان اللي بعده، الشهر اللي بعده جاب 30 من 60، تقول له ممتاز، حلو قوي، انت كده اتحسنت، حلو قوي، كويس. ممكن ايه؟ يعني مش لازم ساعة ونص، ممكن تخليها ساعة وربع، يعني ماشي. جه الشهر اللي بعده جاب 40 من 60، تقول له كويس قوي، ممكن مثلا تخليها ساعة. جه الشهر اللي بعده جاب 50 من 60، تقول له كويس قوي، ممكن تخليها نص ساعة مثلا كل يوم، بس لو محافظ عليها كل يوم. جه الشهر اللي بعده 55، تقول له خلاص كده ايه؟ خلينا ماشيين على نص ساعة كل يوم وما تقلقش، كده انت كويس، بنش 50 55 كويس قوي من 60 ممتاز. عقل الانسان بيفكر كده، الاكشن بتاعتك الكوريكتيف اكشن بتاعتك معتمد على ايه؟ على الايرور. انت وانت سايق، وانت سايق العربيه لقيت نفسك بتخرج بره الليل، فرق كبير قوي لو انت حسيت ان العربيه طلعت فوق الرصيف، ولو انت مجرد حسيت ان انت خرجت من الليل، صح؟ لو حسيت العربيه طلعت فوق بره الرصيف بتعمل ايه؟ تمسك الدريكسيون، انت وانت ماسك الدريكسيون وبتحكمه بسرعه. بينما لو حسيت ان انا خارج بره الليل ده من حركه صغيره، الكوريكشن معتمد على ايه؟ على الايرور، كويس؟ فبالتالي الايميليتس الهيومن بيهيفير دي المعادله بتاعتي، الاكشن بتاع الكنترولر بيساوي سم جيم اسمه كي سي في الايرور. معادله بسيطه قوي. هو ايه الترم الاخير؟ الترم الاخير مسميه بايس، وهنتكلم عليه بعد شويه. الجامعه ما بيتكلموش عليه خالص في علوم الاندستري، مهم جدا. فالكنترولر اوتبوت يساوي سم جيم في الايرور زائد سم بايرز، او بيسموه ساعات ماني بايزات، هنتكلم عليه. كل ما هنحط معادله في المحاضره دي بتاعت النهارده والاسبوع الجاي هنحط لها بلوك دايجرام. ليه؟ عشان بعد شويه البلوك دايجرام دي هتلزق في دماغنا ونبتدي نفكر يعني ايه بصوره زي كده، وجهين لعمره واحده، زي وجهين لعمره واحده. فالبلوك دايجرام بتاع الراجل ده سهل اهو. الايرور بتاعي set point ناقص بي في زي ما احنا متعودين، اضربه في سم جيم وايه اجمع عليه البايز او ماني واريزيت واطلع الكنترول اوت. هناخد شويه وقت دلوقتي في المعادله دي، بس هنمسك كل ترم من دول ونتكلم عليه. اول ترم هنتكلم عليه، اول ترم هنتكلم عليه. اول حاجه هنتكلم عليها قلنا هي الكنترول اوتبوت. هنتكلم على ان الكنترول اوتبوت هنا is calculated as a percentage. huge difference بين الجامعه والاندستري. الجامعه انت الكنترول اوتبوت يطلع زي ما يطلع، يطلع 5 يطلع 3000 في مات لاب عادي خالص، ايه المشكله؟ هبني هعمل السيميليشنز بتاعي والكنترول اوتبوت يطلع رقم في الاخر. بينما في الاندستري الكنترول اوتبوت is calculated as a percentage. يعني ايه calculated as a percentage؟ يعني ما هوش رقم غير من 0 ل 100، من 0% ل 100%. وخد بالك بيرسنت مش فراكشن. احنا في الاندستري الرقم بتاع الكنترول اوتبوت ده بيترانكيت من 0% ل 100%. ليه لازم يكون كده؟ علشان يعبر عن الفيزيكال كونسترينز بتاعتك. انت عندك ان الفاليو بتاعك مش ممكن يقفل اقل من صفر. فلو قلت لي الكنترول اوتبوت ماينس 5%، انا بقيتها في مات لاب واشتغلت على فكره، تقول لي كده مات لاب اهو مطلع اهو. ايوه طب ماشي، لما يبقى ابلاي الكلام ده في الاندستري ويطلع الكنترول اوتبوت ماينس 5%، ابعت للفالف اقول له ايه؟ الفالف يقفل ماينس 5%؟ طب انا سايق دلوقتي، انت بتقول لي حط رجلك على البنزين ماينس 5%، انا اعمل ايه يعني؟ شلت رجلي على البنزين خالص، تقول لي لا مش كفايه، انا طالع عندي اول كالكوليشن بتقول لي ماينس 5%. في حاجه اسمها كده؟ عشان كده لازم يكون الكنترول اوتبوت ترانكيتد من 0% ل 100%. كويس قوي، ماشي، ده الكنترول اوتبوت، عظيم. طيب الايرور بقى، الايرور از اكسبريسد ان برسنتج 2. يعني ايه الايرور از اكسبريسد ان برسنتج؟ برسنتج منين؟ برسنتج منين؟ برسنتج من الرينج بتاع البروسيس فاريبل. يعني بمعنى تاني حضرتك، لما بنطرح الايرور، لما بنطرح البروسيس فاريبل، لما بنسبتراكت الاثنين دول سيت بوينت ناقص البروسيس فاريبل بيطلع رقم. انجينيرنج يونتس لازم احوله لبرسنتج. برسنتج منين؟
بعد شويه الاقي واحد بيقول لي ايه برسنتج من السيت بوينت. يا حبيبي لا، ما هياش برسنتج من السيت بوينت، والله برسنتج من حاجه ثابته ما بتتغيرش. سيت بوينت ممكن تتغير، برسنتج من الرينج بتاع البروسيس فاريبل. الرينج بتاع البروسيس فاريبل ده ايه يعني؟ اول حاجه الرينج بتاع الترانسميتر، الرينج بتاع الترانسميتر، الترانسميتر جاي لك على رينج معين كاليبريتد على رينج معين عظيم، فهو الايرور بيتحسب ان برسنتج تو. يا ترى الايرور من 0 100% بس؟ ممكن يكون نيجاتيف ولا لا؟ ممكن يكون نيجاتيف طبعا. امتى يكون نيجاتيف؟ لو البي في ازيد من السيت بوينت، لو البي في سي سيت بوينت ناقص بي في، البي في بقت نيجاتيف، الايرور بقى نيجاتيف لان البي في عدت السيت بوينت. طب يا ترى الرينج بتاعه هيبقى كام؟ لو بفكر في الرينج بتاعه، الرينج بتاعه اكيد هيكون من كام لكام؟ من ماينس 100% ل 100%، تمام؟ ما مش ممكن تكون اكتر من كده يعني. لو واحده فيهم اون توب هنا اقصى حاجه في الرينج السيت بوينت، والبي في اقل حاجه، يبقى الفرق بينهم كام؟ 100%. طب لو عكست طلعت البي في فوق والسيت بوينت تحت يبقى ماينس 100%، ده الرينج بتاع الايرور عظيم. طب الاكزامبل ده الرينج بتاع البي في من 0 ل 500، السيت بوينت 175 والبي في 200، يا ترى الايرور كام؟ بي في ناقص السيت بوينت 25، سوري سيت بوينت ناقص، سيت بوينت ناقص بي في، سيت بوينت 175 ناقص 200 يطلع كام؟ يطلع ماينس 25، ماينس 25 على 500 تطلع كام؟ 50 على 500 ده 10%، في الماينس في 25 على 500 كده 5%، الايرور ماينس 5%. طب لو الجيم بواحد او الجيم باثنين، لو الجيم باثنين والبايز قول ب 25 هو كمان، يبقى قلنا، يبقى احنا قلنا الايرور كام؟ 5%، 5% وال 5% تمام اتضرب في 2 ماينس 5% ضرب في 2 ماينس 10، والبايز قول مثلا بصفر، السهوله قول البايز بصفر، يبقى كده الكنترول اوت هيطلع كام؟ ماينس 10%؟ لا هيطلع صفر، مش ممكن اطلع ماينس 10%. الكالكوليشن تطلع انت حر، مفيش مشكله انترنال للكنترول، لكن تبعت للاوتسايد وورلد تقول له اقفل الفالف ماينس 10% ما ينفعش، تمام؟ فبالتالي دايما الكنترول اوتبوت از ترانكيتد ما بين 0 ل 100%، حتى لو الكالكوليشنز جوه كانت مطلعه نيجاتيف او مطلعه حاجه اكتر من 100%. عندك سؤال؟ ده البارامتر انا بحطه، هنتكلم عليه لسه دلوقتي، بتكلم لسه على الكنترول اوتبوت، وبعدين اتكلمت على الايرور، لسه الجيم ولسه البايز. عندنا 2 3 سلايدز على البايز، البايز اسيوم دلوقتي انها ما اتكلمتش عنه، لسه سايبه. ليه البايز بصفر وليه بقيمه ثانيه وليه سميناها ماني ولا ست ومعناها ايه؟ هتكلم عليه في السلايدز اللي جايه. ينفع ما فيش مشكله خالص، هو الباي ديفولت بيبقى بصفر لغايه ما انت تغيره وتحطه بقيمه ثانيه. اتفضل. مش انت اللي خليته، البلوك الفانكشن بلوك بتاعت البي اي دي مش بتطلع غير من صفر ل 100%. صح، انت ما عملتش الاكشن بتاعتك علشان انت يو هاف كونسترينتس جايه من الفولف. يعني بمعنى تاني السبيد ليميت 300، السبيد ليميت في الطريق ده 300، فانا سايق العربيه بقى ورحت دوست بنزين على الاخر، وصلت لكام؟ وصلت ل 200، خدوني مخالفه. كويس؟ ليه؟ انت المفروض تمشي على 300، طب انا اعمل ايه؟ خلاص معانا الكنترول اهو، انا دايس بنزين على الاخر، انا دايس بنزين على الاخر، لما دوست على الاخر معناها الكنترول اول مطلع كام؟ مطلع 100. طب في ايرور، عايز ايه يعني؟ عايز ايه يعني؟ قول لي عايز ايه مني يعني؟ يعني ما هو الكنترولر دلوقتي انا، كويس، وانت بتقول لي في ايرور، في ايرور، ايوه عايز ايه يعني؟ يعني اعمل ايه يعني؟ هطلع كام؟ ما انا دايس بنزين على الاخر، ما خلاص، فاهم قصدي؟ نفس الكلام، عايز افرمل، شلت رجلي من على البنزين ودوست فرامل على الاخر، العربيه مش راضيه تفرمل، لسه ماشيه بسرعه، اعمل ايه يعني؟ خلاص مفيش حاجه اعملها،
خالص غير ما انا ربنا تمام. ففي في ليميتس معينه اللي هي من 0 ل 100%، دي لازم نحترمها كويس جدا لان انا ما اقدرش اعمل اكتر من كده. طب في اوفست اروح اي سايت تاخد بالك وقول ايه اوفست في اوفست شايف فراد انت عايز ايه؟ نفس اللي بعمله دلوقتي في المحاضره اهو، انت عايز ايه بالظبط يعني؟ هو الكنترول اوتبوت على 0 او على 100 ايوه يعني ما هو قول خلاص انا كده فهمت، فاهم قصدي؟ اتفضل. هتكلم على ده بعد شويه صح، بس يعني مش شرط قوي، بس هتكلم على البايز لسه يعني كويس. حكايه اتكلمنا على الكنترول اوتبوت انه من 0 ل 100، واتكلمنا على الايرور، الايرور ان برسنتج، برسنتج منين؟ من الرينج بتاع البي في اللي هو سيت باي ايه؟ سيت باي ترانسميتر تمام كويس. وخدنا اكزامبل هنا على القصه دي. فاضل ايه؟ فاضل الجين، فاضل الجين وفاضل البايز لسه. الجين، الجين نقطه مهمه قوي، الجين از دايمنشنلس. يعني ايه دايمنشنلس؟ يونتلس، ملوش انجينيرنج يونتس، وده طبيعي لانه بيقول ايه رقم ان برسنتج لرقم تاني ان برسنتج، فهو ملوش انجينيرنج يونتس زي الجين بتاع ايه؟ بتاع البروسس بالظبط كده. في ناس لسه ما فتحتش لسه المحاضرات على فكره. المحاضره اللي فاتت ات لوكس لايك ان هي ممكن محاضره فيها كلام كتير مثلا وبتاع، بس انا جبت السنه فاتت فيها سؤال للطلبه، فجبت سؤال في حاجه ما يعني ما تسالنيش جبته يعني. انا كنت في الميد ترم عمال افر ايه اللي بيحصل، ايه المحاضرات اللي خدناها، فلقيت السلايد دي ولقيت ان انا شرحت نفس الكلام اللي شرحته لكم، فجبت لهم سؤال عليه، شرحت لهم البيست بوسيبل كنترول، قلت له لو سمحت اثبت ان الماكسيمم ايرور هو بروبورشنال لثيتا على ثيتا بلس تاو، وارسم البي في بتاعتي البروسيس فاريبل لما يحصل ديستربنس. طبعا اديته كل حاجه، مش هديله يعني مش هسيبه كده بلايند يعني، اديته كل حاجه هو محتاجها، محتاج موديل للبروسيس، محتاج موديل للكنترولر، محتاج موديل مش عارف لايه، اديته كل حاجه هو عايزها. طبعا ما فيش موديل للكنترولر، الكنترولر انا شرحت له بيعمل ايه يعني، اللي هو انا شرحته لكم المحاضره اللي فاتت في البيست بوسيبل كنترول. فاللي عايز اقوله ايه، الامتحان هجيبه منين يعني؟ مش هالف يعني، هجيبه من الحاجات اللي هو اللي احنا وي ار جوينج ثرو، وهجيبه من اللابس اللي هتعملوها بيزد على اللي احنا بناخده دلوقتي. كويس. الجيم is dimensionless، دي نقطة غريبة جدا أو نقطة مهمة قوي، نقطة مهمة قوي إن الجين is dimensionless. يعني إيه dimensionless؟ يعني مش ملوش يونتس، ملوش يونتس تمام كويس، ملوش engineering units. طيب إيه كمان؟ في نقطة مهمة قوي برضو، الحاجات اللي مهمة هتطلق بالأحمر تمام، إن هو is always positive، ودي برضو حاجه من الحاجات اللي انا نفسي السنه فاتت وانا بدرس لكم في سنه ثالثه كنا بنيجي نقعد نحل الراوس ستابيليتي. فاكرين الراوس ستابيليتي؟ نقعد نحل التيبل ونطلع ان الجين في الاخر عشان اللوب تبقى ستيبل من ماينس 2 لمش عارف ل 10، واسكت وقتها، انا ماسك نفسي واسكت خلاص، مش هقعد ادخل نفسي في مجالات. بس في الاندستري، في الاندستري الجين ده از اولويز بوزيتيف. يعني ايه اولويز بوزيتيف؟ لو حاولت تدخل نيجاتيف مش هيقبله، لو حاولت تدخله نيجاتيف هو مش هيقبله اصلا تمام. فدي نقطه مختلفه تماما تماما عن الجامعه. الجامعه احط يا عم ارقام، هو ايه مشكله ابنيه في ماتلاب واحط اللي انا عايزه صح، بس في الاندستري مش هينفع تحطه. ثانيه خلاص بس النقطه دي كويس قوي. طيب قول سؤالك اما اكمل. الايه في الجامعة؟ ممكن نقول انه في نيجاتيف عادي، في الاندستري استريكتلي بوزيتيف. ليه؟ هقول في السلايد الجاي. اتفضل. مظبوط، انت في الالكترونكس تعمل اللي انت عايزه كويس. انا بتكلم هنا في فيدباك لوب بتاعتي، في الفيدباك لوب بتاعتي الكنترولر جين هاز تو بي اولويز بوزيتيف، ما ينفعش ابني الالجوريثم ده واحط الجين نيجاتيف. انت ممكن تقولي بس انا ممكن اعملها في الكود اللي انا بكتبه. انت حر بقى، انت بتكتب كود بتديفييت عن
الكنترول اللي موجود في الاندستري. انت حر، انا ممكن اكتب كود واحط بدل هنا بدل جين احط واحد على جين، انا حر. بدل ديريفاتيف احط حاجه اسمها انفرس ديريفاتيف، انا حر. يعني فاهم انا قصدي؟ انت ممكن تقول يعني طب ما انا ممكن اكتب كود واحط بدل الديريفاتيف حاجه اسمها الانفرس ديريفاتيف، ماشي. عايز ممكن تعمل انت عايزه، بس انت كده بيبلد حاجة تانية غير الاندستري نورمال بي اي دي كنترولر. الاندستري بي اي دي كنترولر الجين از اولويز بوزيتيف. هنعرف ليه بعد شوية صغيرة، بعد سلايد واحدة او في السلايد اللي جاية، تمام؟ فتخليكم معايا ثواني هنشوف. يعني الدياجرام دوت في نقطة مهمة قوي. الدياجرام ده في نقطة مهمة قوي. ايه النقطة المهمة قوي؟ ان الكنترولر اللوب مبنيه بحيث ايه؟ بحيث ان الكنترولر اوتبوت ديكريزز لما البي في تزيد. بص كده وقول لي الكلام ده صح ولا غلط. هل لما البي في تزيد هل الكنترولر اوتبوت هنا، الكنترولر اوتبوت اللي هو هنا البلوك ديجرام ده بتاع الكنترولر، هل الكنترولر اوتبوت بيقل ولا بيزيد؟ لما البروسيس فاريبل تزيد. وخدوا بالكم ان الكلام اللي بقوله على البروسيس فاريبل ما ينفعش بعد شويه تقول لي ايه نفس الكلام ما انا هاخده على السيت بوينت ما توجعش قلبي، لا ماشي. فما تخليش الموضوع اللي هو احمد زي الحاج احمد، هو كل واحد هو قال حاجه هتزيد فالكنترول بتزيد يبقى اي حاجه بقى خلاص. لا، ده بيحصل فعلا. الناس بتتلخبط بعد شويه، الناس بتتلخبط نتيجه ان هم ما ذاكروش كويس، هو سمع بس الدكتور بيقول ايه لو ده زاد فده ايه بقى، يطلع زي ما يطلع. يطلع مره في الامتحان 6 بوينت وهو كان اصله قال بي في، بس انا بقى ما وصلت للامتحان افتكرتها 6 بوينت. ما هو حرفين، هو ايه الفرق بين بي وفي واس وبي؟ ما هو حرفين، ده حرفين يعني مش فرق. طيب لما البروسيس فاريبل يزيد المعادله دي والبايجرام ده بيقول ان الكنترول اوتبوت يحصل له ايه؟ يقل. متفقين على كده؟ جت منين الكلام ده؟ جاب منين ان هو البروس فاريبل ملتبلايد في نيجاتيف، ملتبلايد هنا في نيجاتيف، فلو البروس فاريبل بتزيد الكنترول اوتبوت بدا الاوتبوت بتاعه يقل. عظيم. خلي المعلومه دي في دماغنا وتعالوا نبص على موضوع ان الكنترولر جين ده از اولويز بوزيتيف في السلايد اللي جايه، بس المعلومه دي احتاجها على طول دلوقتي على طول في او يعني في السلايد اللي جايه على طول. اتفضل. البروسيس فاريبل، بص كده البروسيس فاريبل بيزيد اهو، الكنترول اوتبوت بيقل. كويس. البروسيس فاريبل زاد عدى السيت بوينت برضه بيقل. وانت سايق العربيه سرعه العربيه بتزيد، بتعمل انت ايه؟ فرق دوستك على البنزين بتعمل ايه؟ عاده بتريح، بتزيد بتريح، بتزيد بتريح، عدد السيت بوينت برضه بتريح على البنزين، تمام. ده السنس بتاعي العادي وانا ببص على سرعه العربيه. سرعه العربيه بتزيد ابتدي انا ايه اقلل. وانا بقول لك الاكزامبل دلوقتي قلت لك ايه، جه ابنك الصغير او اخوك الصغير قال لك انا درجتي في العربي كانت 30 جبت 40، تمام. البروسيس فاريبل زاد صح، فقلت له انت ايه خلاص مش لازم تذاكر بقى ساعه ونص، ذاكر ايه؟ ذاكر ساعه. قلنا ماشي ممكن اريح شويه. كويس، تعالوا نكيب الجمله دي ان مايند ونشوف موضوع الجين اولويز بوزيتيف ده عامل ازاي. في الاكزامبل حاجه سعيد، هو دلوقتي لو في الاول البروسيس فاريبل اقل من 6 بوينت خلاص، هو كل ما يزيد الايرور بيقل فالكنترولر اوتبوت لحد ما يبقى اولويز نفس الحاجه، فالكنترولر مش محتاج يعمل حاجه. لو البي في زايد 6 بوينت، ما هو المعادله دي بتقول لي لو البي في ثابت الكنترول اوتبوت ثابت. بس صح؟ بس وانس البي في بقى هيبدا يطلع عن 6 بوينت يبقى كده الكنترول اوتبوت هيبدا يزيد تاني، لان الايرور هيزيد تاني. فهو الكنترول اوتبوت المعادله دي الكنترول اوتبوت هنا كويس بينفذ المعادله دي، الكنترول بينفذ المعادله دي كل لحظه. از لو سوفت وير، لو كود سوفت وير كل لحظه بيعمل ايه؟ بياخد البروسيس فاريبل يسبتراكت من السيت بوينت، يضرب في الجين، يجمع البايز ويطلع الاوتبوت. كل لحظه بيعمل كده. كل لحظه دي معناها كام في الترمينولوجي بتاعت الكنترول؟ اللي هو كام في الترمينولوجي بتاعت الكنترول العادي بتاعنا كام؟ السامبلينج تايم العادي بتاعنا في الكنترول كام؟ نص ثانية، 500 ملي سكند، ده العادي بتاعنا في الكنترول، تمام. في البروسيس كنترول بالذات ممكن ابلكيشن تبقى محتاجة سامبلينج أسرع، ممكن
ممكن ابلكيشن محتاجه سامبلنج 10 مللي سكند. انا شفت بتوع الناس بتوع الجهاز اللي قلت لكم عليه ده، الجهاز اسمها ايه، الجهاز التنفس الصناعي، جهاز التنفس الصناعي دول البني ادم بياخد نفس قد ايه؟ ما اعرفش ثانيتين مثلا. ده الشهيق بتاعك، والزفير بيطلع ازيد شويه مثلا، تمام؟ فهما بيقولوا لي بقى احنا بنعمل في السايكل دي في الثانيتين عايزين البريشر يطلع بسرعه ويوصل للست بوينت. فانا كان اول سؤال سالته له انت بتعمل سامبلنج كل قد ايه؟ يعني مش هي ثانيتين، الكنترول بتاعك ثانيتين، الفرصه بتاعتك انك تطلع البروفايل حلو ثانيتين. معنى كده ايه؟ انك لازم الكنترول بتاعك يكون بيعمله سامبلنج كويس. قال لي احنا بنعمل سامبلنج كل 1 ملي سكند، ويعني لو البروسيسور تعبان 5 ملي سكند. جايبين طبعا بروسيسور واحده خالص، ده حتى مش بي ال سي، بي ال سي بتتكلم على 20 ملي سكند. فهم جايبين امبيدد سيستم وجايبين البروسيسور بتاعه وبيكتبوا الكود من اول وجديد، والسامبلنج 5 ملي سكند. ده حاجه ما هياش كنترول خالص، الابلكيشن جهاز تاني خالص بس فيها فيدباك لوب. لكن العادي بتاعنا بتاع البروسيس كنترول، البريشر والتمبريتشر والليفل والكلام ده كله، ان انا بسامبل على 500 ملي سكند اللي هي نص ثانيه. كويس. الايه؟ ماله؟ انسي البايس خالص دلوقتي خالص، انسي ما اتكلمش عنه، اعتبره مش موجود دلوقتي خالص. انسي خالص دلوقتي، ماشي؟ انا بتكلم على الجيم دلوقتي. هل الجيم كله بوزيتيف دي نسيبها وخلاص ونمشي ونكمل على البايس؟ لا، لازم اشرح ده شويه، لازم اتكلم عن، فانسي البايس خالص دلوقتي كده مش موجود. ماشي يا جماعه؟ كويس. نيجي نتكلم تاني هنا لما البي في تزيد، احنا متفقين هل المعادله دي، معادله الكنترول دي ابروكسيميت ولا اكزاكت؟ اكزاكت، ده الكود اللي مكتوب في الكمبيوتر، ده اللي هيتبني في الاخر، ده المعادله اللي الكنترول بينفذها. مفيش ابروكسيميشن في الموضوع، الكنترول بينفذ المعادله دي. كويس. كل ما البي في تزيد، كل ما السيت بوينت ناقص بي في يبتدي يقل، يقوم الكنترول اوتبوت يقل. كويس. طيب في اللوب دي، النقطه اللي قلناها هنا اهي، دي كانت اخر حاجه هنا، ده اللوب بتاعي. ده اللوب بتاعتي هنا. عظيم. اللوب هنا بيقول لي الكونسبت، احنا درسنا حاجه السنه اللي فاتت اسمها نيجاتيف فيدباك، صح؟ كلمة نيجاتيف فيدباك معناها ايه؟ معناها اللوب شغالة كويس ولا اللوب وحشة؟ اللوب شغالة كويس، صح؟ يعني ايه بقى نيجاتيف فيدباك؟ اللي هو معناه ان اللوب شغالة كويس، يعني ايه نيجاتيف فيدباك؟ ايه؟ يعني هو راجع بيضرب مش بيزود، كل ما يطلع بيحاول، كل ما يطلع انا بحاول اقلله تاني. بالظبط كده. نيجاتيف فيدباك معناها ايه؟ معناها نيجاتيف، ذا كونسبت اوف نيجاتيف فيدباك مينز ذات ذا لوب جين شود اولويز بي نيجاتيف. ده المعنى بتاع النيجاتيف فيدباك، ده اللي بيحقق لي اللي انت قلته وهتكلم عليها في البوليت اللي جايه. الكلمه بتاعت نيجاتيف فيدباك معناها اللوب جين شود اولويز بي نيجاتيف. يعني ايه لوب جين؟ لوب جين هو ايه؟ هو البرودكت بتاع الجينز، الستاتيك جينز اللي في اللوب. ايه البرودكتس اللي في اللوب هنا؟ هو الكنترولر والبروسيس، ولو في ترانسميتر، ولو في فالف، كل ده بلمه في ايه؟ كل ده بلمه في بوكس كبير واسميه البروسيس از سين باي ذا كنترولر. كل حاجه هي البروسيس. فالبرودكت بتاع ده في ده لازم يكون نيجاتيف، اللي هو كي سي في كي بي. الله، ده في ماينس هنا، جت منين الماينس دي؟ من السميشن ده، في ماينس اهو. فلازم البرودكت بتاع الماينس 1 اللي هنا في الجيم بتاع الكنترولر في الكي بي بتاع البروسيس لازم يكون نيجاتيف. طب ده معناه ايه بقى؟ معناه ان فيدباك لوب، الكنترولر جوب از تو بوش البروسيس فاريبل باك للسيت بوينت. يعني اللي هو انت قلته من شويه، لو البروسيس فاريبل زاد، تخيل كده، تخيل ان البروسيس فاريبل على السيت بوينت، تخيل ان بادي فوق عادي خالص البروسيس فاريبل على السيت بوينت، وهي البروسيس فاريبل زادت، ازاي ترجعها تاني؟ الطبيعي بتاعك انك تعمل ايه؟ تقلل رجلك من على البنزين.
معناها ايه اقلل الريدنج على البنزين؟ معناها بقلل الكنترول اوتبوت، صح؟ تمام. معناها ايه لما البروسيس فاريبل تزيد الكنترول اوتبوت يقل؟ ده اللي احنا شايفينه هنا اهو، وده اللي احنا موجود هنا، اللي هو لو عندي البروسيس بتاعتي بوزيتيف جين، لو البروسيس زي العربيه كده بدوس بنزين سرعه العربيه تزيد، ده اسمها بوزيتيف جين بروسيس. لو البروسيس بتاعتي بوزيتيف جين زي معناها معظم البروسيس، فلا الديفينيشن بتاع الايرور هو اللي موجود هنا ده اهو، الايرور بيساوي سيت بوينت ماينس بي في. في الحاله دي يبقى الكي بي بوزيتيف، تمام، والكي سي قلنا ماله اولويز بوزيتيف، الكنترول جين از اولويز بوزيتيف، وفي ماينس هنا، فاللوب دي ايه كده؟ نيجاتيف فيدباك. تمام. بنسمي مجرد تسميات بقى دلوقتي، بنسمي الكنترولر في الحاله دي بنسمي البروسيس بوزيتيف جين، وبنسمي الكنترولر بنسميه ريفرس اكتنج كنترولر. يعني ايه كلمه ريفرس اكتنج كنترولر؟ كلمه ريفرس اكتنج كنترولر معناها ان لما البروسيس فاريبل يزيد، لما البروسيس فاريبل يزيد الكنترولر اوتبوت يقل، بنسميه ساعات انكريمنت ديكريمنت كنترولر. ده العادي بتاعنا، ده الكومن بتاع عقل البني ادم كده. فبنسمي الكنترولر بتاعي ان هو ريفرس اكتنج او انكريمنت ديكريمنت، البروسيس فاريبل تزيد يقوم يحصل ايه في الكنترول اوتبوت؟ يقل. ده يعمل ايه؟ يديني نيجاتيف فيدباك لوب. يعني ايه؟ يعني يبوش البروسيس فاريبل باك للست بوينت، لما البي في بتزيد الكنترولر اوتبوت بيقل، تزيد يقل كمان. زي الاكزامبل بتاع الولد اللي بيذاكر، قلت له ايه؟ لا ذاكر ساعه ساعه ونص كل يوم، بعدين جاب درجه احسن شويه، فقلت له طب خلاص يعني درجته عليت، قلت له طب ممكن تذاكر ساعه، درجته عليت كمان، قلت له ممكن تذاكر نص ساعه كل يوم، درجته عليت كمان، قلت له ممكن تذاكر خلاص اثبت على ربع ساعه كل يوم او ثلث ساعه كل يوم وخلاص. كويس قوي. طيب طب لو البروسيس بتاعتي بروسيس، ممكن البروسيس جين ممكن يبقى نيجاتيف ولا لا؟ اتكلمنا عليها المحاضره اللي قبل اللي فاتت، قلنا ان البروسيس جين ممكن يكون نيجاتيف، صح؟ امتى يبقى البروسيس جين نيجاتيف؟ سالتك السؤال ده المره فاتت، قلت لي لو الفالف في الدرين، لو بسيركليت كولينج ووتر، تمام، لو رجلي على الفرامل. كل ده معناه ايه؟ ان انا لو بزود دوستي على البنزين على لو بفتح الفالف اكتر، لو بفتح الفالف اكتر ايه اللي يحصل؟ البي في ال وخلاص، يبقى معنى كده البروسيس جين ماله نيجاتيف. طب وات اف ان البروسيس جين هنا نيجاتيف؟ الله، يبقى اكيد بقى الكي بي كده نيجاتيف. طب هتقول لي سهله، هعكس هخلي الكنترولر نيجاتيف زيها. اقول لك انا اسف، في الاندستري الكنترولر جين از اولويز بوزيتيف، يبقى كده ايه؟ ملهاش حل بقى كده. لو اشتغلت بنفس الكنترولر بنفس كل حاجه في اللوب وحطيت بروسيس جين، وحطيت بروسيس جين، حطيت بروسيس قصدي يعني اللي هي نيجاتيف جين، وات اف ذا بروسيس از نيجاتيف جين؟ لو حطيت ثانيه واحده بس، ثانيه واحده بعديها، لو حطيت البروسيس بتاع نيجاتيف جين، يعني اخترت بروسيس حطيتها نيجاتيف جين وعملتها في اللوب دي، ايه اللي يحصل؟ بالظبط، يبقى عندي بوزيتيف فيدباك لوب. يوم يحصل ايه؟ لا مش اوسيليشن، ده انت 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 سايق وهفترض ان انت مغمض، فانا بقول لك انت طلعت على الرصيف مثلا، لا بس يعني افترض ان انت ما بتشوفش، ماشي، فانا بقول لك وانا قاعد جنبك انت طلعت على الرصيف، فانت طلعت على الرصيف، على فكره انت طلعت على الرصيف قوي، فانت عمال تحود تحود بتكوريكت اهو، بس انت اكشن طلعت على الرصيف اللي على اليمين، فانت بتكوريكت دايركشن العكس، تمام. ده اللي يحصل لو البروسيس نيجاتيف جي، حطيتها هنا البي في يبتدي يعمل كده، يبتدي انت اي اكشن بتعملها انت بتعمل بتسوق الدنيا، انت بتسوق الدنيا، انت بتعمل بتاخد الاوتبوت وترجعه للانبوت، بتبوظ الدنيا. ده كده بوزيتيف فيدباك لوب، ده حاجه ما بتعملهاش خالص في الكنترول، تمام. كويس قوي سؤالك. ما هو ده بالظبط الحل المنطقي وقتها، ايه الحل اللي ملوش حل غير كده؟ ان انا لو البروسيس بتاعتي كانت نيجاتيف جين، طب هل في بروسيس كده؟ قليله بس موجوده، تمام. حاطط الفالف
حاطط الفالف في بيريليف بريشر، يعني حاطط فالف على التانك، الفالف على التانك لما افتحه البريشر يقل، فكل ما افتح الفالف البريشر يقل. ده معناه ايه؟ البروسيس مالها نيجاتيف جين. تاخد بالكم من حاجه، هارولد ويت في الكتاب بتاعه، هارولد ويت في الكتاب بتاعه لما يجي يتكلم على البروسيس ما بيسميهاش بوزيتيف جين ونيجاتيف جين، بيقول لو البروسيس بوزيتيف جين يقول دي دايركت اكتنج بروسيس، ولما البروسيس تبقى نيجاتيف جين يقول دي ريفرس اكتنج بروسيس. انا ما بحبش التسميه دي عشان ما نتلخبطش، بحب احتفظ بكلمه ريفرس اكتنج ودايركت اكتنج، دي صفات لايه؟ للكنترولر. تمام؟ ده وصف للكنترولر، البروسيس بتاعتي يا اما بوزيتيف جين يا اما نيجاتيف جين بس. طب لو البروسيس نيجاتيف جين معناها الفالف دريد بسيركليت كولينج ووتر الكلام ده كله، معناه ايه؟ ان انا محتاج اغير حاجه ثانيه عشان اللوب ترجع تاني تشتغل، ما يبقاش عندي المصيبه دي، ما اقدرش احط الجين نيجاتيف. فالحل الطبيعي ان انا ايه؟ هاكس السميشن. السميشن بتاعي بدل ما يكون بالمنظر ده هعكسه، فالايرور بدل ما يكون ديفايند، بدل ما يكون ديفايند بالمنظر ده، لا الايرور هيكون ديفايند اي بتساوي بي في ناقص سيت بوينت. بس ده اللي هعمله. وبالحاله دي بنسمي الكنترولر دايركت اكتنج كنترولر، او بدل ما نسميه انكريمنت ديكريمنت بنسميه ايه؟ انكريمنت انكريمنت. يعني ايه انكريمنت انكريمنت في الحاله دي؟ يعني لما البروسيس فاريبل بتزيد الكنترولر اوتبوت بيزيد، لما درجه الحراره بتزيد لو الكنترولر ماسك البلف بتاع الكولينج ووتر درجه الحراره بتزيد هيعمل ايه؟ هيزود الكولينج ووتر عادي يعني طبيعي. لو درجه الحراره زادت كمان هيزود كولينج ووتر كمان. درجه الحراره قلت لا يقلل الكولينج ووتر، هو بي في بتزيد هو بيزيد، فيسموه انكريمنت ديكريمنت. البي في بتزيد هو كمان بيزيد. كويس؟ ممكن تفكر فيها، ممكن تفكر فيها. يعني لاتر عندي مفهوم جامد قوي اسمه ايه؟ الكنترول بتاعي ريفرس اكتنج ولا دايركت اكتنج. ده تيونينج؟ ده حاجه تيونينج يعني؟ لا. ليه مش تيونينج؟ عشان البروسيس مش هتغير رايها بعد شويه. التيونينج ده انت ممكن تروح تظبطه واظبطه النهارده، بعدين اروح الاسبوع الجاي قالوا تعالى لو سمحت معلش في عندنا نفس المشكله حصلت تاني، حاضر هروح. لكن هل ممكن اظبط الكنترول النهارده ريفرس اكتنج بعدين اجي بعد شهر صدق بتامن بالله ده كان طلع ان البروسيس كانت نيجاتيف جين فالكنترول لازم؟ ده ما ينفعش. هو يا رجلي على الفرامل يا رجلي على البنزين. مش ممكن هقعد اشتغل شويه كده واكتشف ده انا بقالي 3 ايام سايق ورجلي على البنزين مش واخد بالي. ازاي يعني؟ زي لعيب كده نزل الماتش وقعد يلعب الشوط الاول وقال ده انا فاكر نفسي مع الفريق دوت وبلعب فاكر ان الجون ده اللي المفروض اشوط فيه، يبقى مش تقولوا لي يا جماعه فات 45 دقيقه ينفع؟ ما ينفعش يعني. فنفس الكلام لو انت قلبت اللوب اوتوماتيك والكنترول بتاعك مثلا الكنترول ريفرس اكتنج والبروسيس بتاعتك نيجاتيف جير، هيحصل ايه؟ مش هتلحق تغمض عينيك، هتشوف ده على طول، مش هتلحق هتشوف منظر زي ده على طول بسرعه. اوبا الحق يا عم اقفل اقلب مانيوال على طول. تمام؟ فده از نوت اتيونينج بارامتر. اللي هو ايه البارامتر بتاعي؟ اللي هو انا ريفرس ولا دايركت؟ امال ايه؟ بنسميه كونفجريشن. يعني ايه كونفجريشن؟ يو هاف تو سيت ات رايت من الاول وخلصت على كده، مش بنغيره بمزاجك. طب هو فين البارامتر ده؟ ممكن تفكر فيه ان الديفينيشن بتاع الايرور، ممكن تفكر فيه كده يعني ان الديفينيشن بتاع الايرور جوه الكنترول. خد بالك ان كسوفت وير وايز وكنيوماتيك كنترولر وكالكترونيك كنترولر السمنيشن ده جزء من الكنترولر مش براه. يعني كسوفت وير وايز هل انا محتاج ادي الكنترولر الايرور ولا ما اديله البي في والسيت بوينت وهو يتنيل يسبتراكت بقى بمعرفته، ولا لازم اجهزها بره؟ هل صعب على الكنترول يسبتراكت جوه؟ فبالتالي السبتراكتور ده اكشولي جوه البلوك ديت. طب ليه احنا بنرسمه كده؟ عشان ما ينفعش في البلس وورد ان انا ادخل بلوك وادخل عليها سهمين. ينفع اعمل فانكشن بلوك وادخل عليها سهمين؟ ما ينفعش.
لازم في الكل اللابلاس مبني على ايه؟ ان الترانسفير فانكشن بتريليت سنجل انبوت تو سنجل اوتبوت. فاحنا بنرسم بلوك كده ونسميه كنترولر. لكن في الاندستري الكنترولر بوكس الحقيقه هو عباره عن ايه؟ عباره عن ده زائد ده، ده كله هو بوكس. طيب ممكن نفكر بقى في البارامتر اللي اسمه كنترولر دايركشن، وساعات يسموه كنترول اكشن. ممكن نفكر بيه على انه مكانه فين. فكر فيه على ان الايرور بتاعي ديفايند على بارامتر اسمه A فور اكشن، يعني مولتبلايد في سيت بوينت ناقص بي في. لا الديفولت بتاع البارامتر ده كام؟ واحد. الديفولت بتاع البارامتر ده واحد، معناه الكنترولر ماله؟ ريفرس اكتنج. ليه الديفولت بتاعه واحد وريفرس اكتنج؟ عشان معظم البروسيس مالهم بوزيتيف جين. ليه معظم ده طبيعي؟ البني ادم بتاعنا لما بنيجي نبني بروسيس، يعني طبيعي بتاعنا ان انا متوقع ايه؟ هفتح الفولف البي في تزيد. في بعض الحالات، في بعض الحالات انا بستخدم كولينج ووتر، حاجه تانية، او الفولف درين ماشي. في الحاله دي ده هيبقى ايه؟ النيجاتيف جين بروسيس. لكن لا، معظم البروسيس بتكون بوزيتيف جين. فبالتالي بنلاقي الديفولت بتاعي لو انت ما غيرتش اي حاجه في الكنترولر هو بيبقى فيه بينزل على انه ريفرس اكت، بينزل على انه ريفرس اكت. تمام، كويس قوي. طيب قبل ما نكمل، لازم نكمل السلايد اللي بعد كده، معلش اتفضلي. بالظبط بالظبط، لازم اقول للكنترولر السبتراكتور اكل مين فيه ياخد بوزيتيف مين ياخد نيجاتيف. فبقول له انت ريفرس اكتنج ولا دايركت اكتنج؟ من اول خالص، من اول خالص. يعني مره كنت بعمل تيونج، مره كنت بعمل تيونج زمان قوي في الكويت، في الصاوب بتاع الكويت ده. ف ازاي بنعمل تيونج؟ انتوا اول خطوه في اللاب اللي انتوا لسه ما عملتوش للاسف، بتعمل ايه؟ بتحسب بروسيس جين، مظبوط. لو حسبت البروسيس جيم وطلع بوزيتيف معناه ايه؟ معناه ان البروسيس مالها، معناه ان البروسيس بوزيتيف جيم، كويس. فانا عملت الخطوات اللي هشرحها لكم بعد كده، حسبت البروسيس جيم طلع نيجاتيف، حسبت التيونينج بارامترز، بعدين جيت قبل دخلتها، المفروض ايه بعد كده؟ الخطوه اللي بعد ما ادخل التيونينج بارامترز في الفانكشن بلوك، اقلب الكنترول اوتوماتيك. قبل ما اقلبه اوتوماتيك ببص على الكنترول كونفيجرد ازاي، لقيته كونفيجرد على انه دايركت اكتنج كنترول. فانا قلت له ايه؟ قلت له الكنترول ده ما ينفعش يبقى دايركت اكتنج، البروسيس جين بوزيتيف ده المفروض يكون ريفرس اكتنج. تمام؟ فقال لي لا، اكوردنج للدوكيومنتس، اكوردنج للدوكيومنتس بتاعت البروسيس كنترول بتاعت البروسيس ده هو كده، ده متظبط كده. اي دونت كير your documents بتقول ايه. انا قلت له التيونينج بارامترز انا حطيتها، بس ده ما ينفعش تقلبه. قلت له عايز تقلبه اوتوماتيك تقلبه، انت حر، انا ماليش دعوه. انا قلت لك ما تقلبوش، انت حر، عايز تقلبه اوتوماتيك انت حر، انا عارف هيحصل ايه. تمام، قلت له ارجع للي كتب الدوكيومنتس دي وقول له، قول له احمد اسماعيل بيقول لك ما ينفعش ده يكون ريفرس اكتنج، ما ينفعش اسف يكون دايركت اكتنج. بعد يومين قال لي انت صح. لما رحنا رجعنا وانا شايف قدامي زي بالظبط كده، ايه زي بالظبط، الدكتور بيفتح عيان، فتح عيان لقى عنده مشكله في يمين، ودكتور تاني بيارجو معاه لقى المشكله شمال. اهو انا شايف البروسيس جين، انا حاسبه، انا حسبته. ازاي بحسب البروسيس جين؟ فتحت الفولف لقيت البروسيس، عرفت ازاي ان البروسيس بوزيتيف جين. فتحت الفولف ايه اللي حصل؟ لقيت البروسيس البي في بتزيد، بيس اوف كيك يعني، خلاص يبقى اقدر احسب البروسيس جين هيطلع بوزيتيف. طلع بوزيتيف معناه ايه؟ ان انا محتاج ريفرس اكتنج كنترولر، لازم يغيره قبل ما يحطه اوتوماتيك، لازم يخليه ريفرس اكتنج كنترولر قبل ما يقلبه اوتوماتيك. هل ينفع وهو رانينج الكنترول، وهو رانينج كده اثناء الران تايم اقلبه من ريفرس اكتنج دايركت اكتنج؟ لا طبعا، لا طبعا خالص. ده عشان اعمل كده لازم اعمل ايه؟ لازم انيشاليز. يعني ايه انيشاليز الكنترول؟ يعني لازم ادخل على الكونفيجريتور، على السوفت وير كونفيجريتور، واغير في الكنترول دايركشن ده اللي هو البارامتر ده، وداونلود البلوك تاني. اتس سيريس ثينج.
يعني زي بالظبط كده لما تروح تعمل ايه، زي بالظبط كده لما تروح مثلا تغير التظبيطه بتاعه الريسيفر بتاعك، بعدها بيعمل ايه؟ تلاقي الريسيفر بيستارت. انت غيرت الريسيفر بتاعك بدل ما كان مثلا ايه على نايل سات خليته على سهيل سات على الريسيفر، ودخلت القنوات. بعد ما تقول له اكزيت بيعمل ايه؟ بتلاقي الريسيفر كله بيستارت. فنفس الكلام لو انا بغير الكنترولر من ريفرس اكتنج دايركت اكتنج، مش سهله كده، لازم ادخل على السوفت وير كونفيجريتور واغير البارامتر ده وادوس اوكي وبعدين ادوس داونلود. يعني ايه داونلود؟ يعني ارمي البلوك دي على البروسيسور تاني بالبارامترز ديت، تمام؟ ده غير خالص مثلا، غير خالص الايه؟ الجيم، غير خالص الجيم. ليه؟ الجيم ممكن تغيره، ده تيونينج بارامتر. البايز ممكن تغيره، بتيجي تيونينج بارامتر، مش تيونينج قوي بس يعني نمشيها تيون. كويس. اخر حاجه قبل ما ناخد ديمو كده صغيره ونشوف انتوا لسه صاحيين معايا ولا لا، اخر حاجه هنا تعالوا نشوف احنا كده اتكلمنا على كنترول اكشن او كنترول دايركشن، ريفرس اكتنج ولا دايركت اكتنج. حاجه من اثنين، يا ريفرس اكتنج يا دايركت اكتنج. امتى استخدم الريفرس اكتنج؟ لو البروسيس بتاعتي بوزيتيف جين. امتى استخدم الدايركت اكتنج؟ لما البروسيس بتاعتي تكون نيجاتيف جين. موضوع بسيط قوي. طيب في كونسبت كده بسيط اسمه بروبورشنال باند. البروبورشنال باند كونسبت صغير قوي مستخدم لغايه دلوقتي، مستخدم لغايه دلوقتي في الاندستري. ايه البروبورشنال باند دي؟ البروبورشنال باند دي هي البرسنت تشينج في البروسيس فاريبل، ده الديفينيشن بتاعها، ليها معنى لذيذ قوي. هي البرسنت تشينج في البروسيس فاريبل ذات كوزز 100% تشينج في الكنترول اوتبوت. يعني اخبط الفالف مشوار 100% امتى؟ وانا سايق احول الدريكسيون لفه كامله امتى؟ ابقى اخد الاكشن ده لما البي في يتغير قد ايه برسنتج منين؟ برضو من الرينج بتاعه، تمام؟ فده بيقول لي انا هلطش الفالف لطشه تجيبه من 0% لغايه 100% لما البي في يتغير ام كام، تمام؟ تعالوا نفكر فيها. واضح انها ريليتد لايه؟ للجين. يا واضح انها ريليتد للجين، شبه الجين كده. طب كويس، تعالوا نبص على المنظر ده كده. لو قلت لك دي انا عند 40%، ده البي في سكيل، ده البي في سكيل هنا، وده الكنترول اوتبوت سكيل، وده بروبورشن اونلي كنترولر. فده البي في سكيل، واللي على الشمال ده انجينيرنج يونتس، واللي على اليمين ده ماله؟ برسنتج. كويس. واللي هنا ده الاوتبوت ان برسنتج. فانا قلت لك لو انا ظبطت الكنترول بتاعي بحيث ان هو يطلع ايه؟ بحيث انه يطلع 100% لو البي في 40 وصفر لو البي في 60، تمام؟ What is the percent change in BV that causes 100% change في الكنترول اوتبوت؟ 20% بالظبط كده، 20 من 40 ل 60. فالبروبورشنال باند هي دي، والبروبورشنال باند بتساوي 20%. قبل ما اكمل، الكنترول ده ريفرس اكتنج ولا دايركت اكتنج؟ ريفرس اكتنج ولا دايركت اكتنج؟ لما البي في بتزيد الاوتبوت بتاعه بيحصل له ايه؟ بيقل. حد مش شايف كده؟ البي في لما بتزيد قل من هنا عماله بتزيد 40 50 60 بتزيد قوي، الكنترول اوتبوت بيحصل له ايه؟ بيقل. لما وصل ل 60، طب لو البي في وصل ل 80%، الكنترول اوتبوت كام؟ زيرو. مش ممكن يكون اقل من كده. طب لو البي في وصل لصفر، الكنترول اوتبوت 100. نفس الكلام. عظيم، كويس قوي. يبقى ده ريفرس اكتنج، بتاكد ان انتوا معايا، والبروبورشنال باند 20%. يا ترى هل الكلام ده ليه علاقه بالجيم؟ ليه علاقه بالجيم، واضحه وصريحه. فنجيبها ازاي؟ نجيب علاقه ازاي؟ تعالوا نشوف. هنكتب معادله الكنترولر اهي ونطبقها عند النقطه دي. يعني لما البي في تكون عند النقطه دي، لما البي في تكون بتساوي 40% اللي هي اقل نقطه اللي بتتناظر 100%، وعند النقطه الثانيه اللي بتناظر صفر،
بقى ايه؟ بقى المعدة دي. طب بي في 2 ناقص بي في 1 بتنظر ايه؟ بتنظر ايه الاكسبريشن اللي قلنا ان ده البي في ده المسافه من هنا لهنا هي اللي سميناها بروبورشنال باند، ده المسافه التغير في البي في اللي يخلي الكنترولر اوتبوت يتغير من 0 ل 100 ده البروبورشنال باند. يعني البي في 2 ناقص بي في 1 ده ايه؟ ده البروبورشنال باند. كويس، يبقى البروبورشنال باند بتساوي 100 على الجين، يبقى في الحاله دي الجين بتاعي بيساوي 100 على 20 يطلع 5. صح. مشكلة بقى ايه؟ مشكلة ان احنا كمهندسين نيجي اقول لواحد البروبورشنال باند 20% في الامتحان، اقول له البروبورشنال باند يعني ايه؟ يقسم 100 على 0.2. ليه يا ابني بتعمل كده؟ البروبورشنال باند از برسنتج اهي، مش بهزر. يقسم 100 على ايه؟ عايز يجيب الجين عشان يشتغل، فانا بقول له البروبورشنال باند 20%. هي البروبورشنال باند بتتباع كده، بتتباع بالبرسنت، فانا بقول له البروبورشنال باند 20%، فعشان يشتغل بقى يجيب الجين. يقول لي اه بس بتخبى مش هقع في الوقعه دي. يقول لي اقسم 100 ويحط لي البروبورشنال باند 0.2. ما هي البروبورشنال باند از نوت 0.2، ات از ا برسنتج، رقم ان برسنتج. يعني في كتب كتير قوي لما تيجي تحط البروبورشنال باند از سيمبل يحط لك ايه؟ بروبورشنال باند، يحط جنبها علامه برسنت، يحط جنبها في اسمها علامه برسنت عشان يخزق عين المهندس اللي هو البروبورشنال باند از ان برسنتج. كويس. طب ليه السخافه دي؟ ما في الاخر يعني طالما في جيم ليه تدور على ودنك مية جحا وتقول لي البروبورشنال باند؟ يعني ليه يعني؟ ما خلاص، ما هي لو عرفت الجين عرفت البروبورشنال باند، ولو عرفت الجين ولو عرفت البروبورشنال عرفت الجين. في الاخر الاثنين دي عباره عن نفس الحاجه. البروبورشنال باند ليها معنى فيزيكال لذيذ جدا. لو قلت لك ان انا بعمل مطلوب منك تعمل تيوننج مثلا للكنترول ده، فانت رحت ظبطت لي قلت لي اه خلاص يا دكتور انا عملت تيوننج اهو الحمد لله واللوب شغاله تمام، طلعت كام الارقام؟ تقول لي طلعت الجيم ب 20. كتير 20 ولا قليل ولا معقول؟ لو طلعت الجيم ب 20. طب لو ب 100؟ جيم ب 20 ده معناها بروبورشنال باند بكام؟ 5%. اللي قال على حسب، خليه بس فاكر على حسب بس، عشان هو ايه حكم عليها الجين فعلا رقم ممكن يعني ماشي اي رقم وخلاص. ما هو اكيد 20 ده رقم بالنسبه ل 100 رقم صغير فعلا اه 20، لكن 20 ده جين ب 20 معناها بروبورشنال باند كام؟ 5% بروبورشنال باند. 5% بروبورشنال باند. بص كده على الخط ده وانت صغرت الباند دي ل 5%، مفروض تكون حوالين ال 6 بوينت هنا صح؟ في ال 5% دي انت يو ار اكشوالي دوينج كنترول صح؟ بره ال 5% انت عامل ايه؟ اوبا 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 بس كده انت شغال في جوه ال 5% دي. جوه ال 5% انت بتحرك الدريكسيون، وبقيه الرينج انت عامل ايه؟ انت اون اوف يا زيرو يا 100 صح؟ فين بقى حلاوه الكنترول اللي انت بتعمله؟ ولا حاجه. 5% ده ايه؟ ده واحد متعصب واول ما بيدخل العربيه بيعمل ايه في العربيه؟ صح كده؟ ما بيسوقش، هو ماسك الدريكسيون يا اما اقصى اليمين يا اما اقصى الشمال، يا ما فيش. 5% بس، 5% بروبورشنال باند ده ما فيش اصلا، ما فيش. عشان كده البروبورشنال باند ليها معنى. يعني ايه معنى؟ وي نيفر لما بنيجي نعمل تيوننج بنحط البروبورشنال باند دي اقل من 15% مثلا. يعني 15% ده رقم برضو يعني صغير قوي، لان ده بيعبر 20% يعتبر ايه؟ يعني برضو رقم قليل. تمام؟ فالبروبورشنال باند ليها معنى لينا وليها معنى تاني جاي بعد شويه. كرقم حتى كفاليو ليها معنى، بينما الجين لما اقول لك الجين بخمسه طب سبعه اه، بس لما تفكر بيها من ناحيه البروبورشنال باند جين بخمسه ده كبير قوي. لانه ناظر بروبورشنال باند 20% اكشلي اقل بروبورشنال باند ممكن نحطها هي كام؟ 15 مثلا. اقل من كده ده تو ويت تو اجريسيف. عندك سؤال؟ ايه؟
لا لا هنا البروسيس. سؤال كويس جدا باشمهندس، قال لي الايرور هنا ان برسنتج لما شلت الايرور وحطيت السيت بوينت والبي في، اذا كان الايرور ان برسنتج وانا شلته والسيت بوينت ناقص بي في دول فجاه هيتغير؟ لا ده برسنتج برضه، يعني السيت بوينت هنا از ان برسنتج من الرينج والبي في از ان برسنتج من الرينج، فبالتالي ده عباره عن بي في 2 ناقص بي في 1 ان برسنتج من الرينج. تمام كويس قوي ان انت سالت سؤال فكرتني بحاجه مهمه، بس للاسف بعض الابلكيشنز يجي يقول لك ايه، يجي يقول لك الكنترولر اوتبوت انا محتاجه من 0 ل 5. مره اول مره درست الكورس ده، من زمان قوي قوي قوي، لقيت واحد مهندس متخرج يعني قال يا الكلام ده بتقول لي غلط، الكنترولر اوتبوت مش من 0 ل 100، ما احنا انا يعني ممكن عايزه من 0 ل 5، من 0 ل 5 فولت مثلا، عايزه يطلع قدامي من 0 ل 5 وبطلع من 0 ل 5 فولت صح؟ قلت له ايوه مشطوط. قلت له انترنالي الالجوريثم بيحسب الاوتبوت من 0 ل 100، انترنالي بيحسبه، بعد كده بيشوف انت بتكونفيجر تقول له انت عايزه من انهي رينج، لو ما غيرتش حاجه من 0 ل 100، عايزه من 0 ل 5 مفيش مشكله خالص، هيقسمه على 20، انت هتقول له انا عايزه من 0 ل 5، يعني بيعمل سكيلينج كانك بتعمل سكيلينج الكنترول اوتبوت من 0 ل 100 ده الاكس اكسس، ومن 0 لوتيفر، او من ممكن اكون مش عايزه من 0 من 0 ل 5، ممكن اكون عايزه من ماينس 1 ل 1، ممكن في بعض ابلكيشنز عايزه من ماينس 1 ل 1، في الحاله دي صعبه يعني. انت انترنالي الالجوريثم هيحسب برضه ان برسنتج كل حاجه زي ما هي، وبعدين في الاخر ايه اللي يحصل؟ طلع الرقم اخده اشوف انا من 0 ل 100، وانت عايزه من كام يا حبيبي؟ عايزه من ماينس 1 ل 1؟ طب انا عندي 0 اطلع كام؟ ماينس 1. طب انا عندي 100 اطلع كام؟ اطلع 1. طب انا عندي 50% اطلع لك 0، ايه المشكله يعني؟ كانها عباره عن ايه؟ عباره عن سكيلينج، عباره عن خط. معلش معيش قلم للاسف، دي الحاجه الوحيده اللي مش في البرزنتيشن. ماشي، اصل البرزنتيشن دي كلها اتعملت سنه الكورونا، اضطريت ان انا اعمل الكلام ده كله سلايدز، علشان كنت قبل كده بضطر، كنت قبل كده بستخدم البورد على طول يعني، فالكورونا رحمتني ان انا اكتب كل دوت، وخلتني بقى شغال، بس دي الحاجه الوحيده اللي انا ايه محتاج فيها دلوقتي البورد يعني. فمعلش تخيلوا ان انا راسم هنا اكس اكسس واي اكسس، واكس اكسس ده من 0 ل 100، والواي اكسس من اي حاجه انت عايزها من 0 ل 5. تمام، وفي خط هنا كده، انت بتقول الكنترول انت عايز الاوتبوت من كام لكام، العادي بتاعنا من غير ما اغير حاجه هو من 0 ل 100 الفولف، لكن تقول لي مثلا انت عايز، شكرا. العادي بتاعنا من 0% ده الكنترول اوتبوت بيتحسب انترنالي من 0 ل 100. تمام، طب انت عايزه من كام؟ عايزه من ماينس 1 ل 1، عايزه من 0 ل 5، اي حاجه انت بتقول الكنترول، هو بيعمل ايه جوه انترنالي؟ بيحسب الالجوريثم بتاعه ده ان برسنتج، والايرور ان برسنتج، فالمعادله دي سيت بوينت هنا ان برسنتج، والبي في ان برسنتج كويس. بعدين بياخد خلط طلع الاوتبوت طلع 50%، انت عايز الكنترول، انت قايل له انا عايز الكنترول بتاعي ماينس 1 ل 1، ليه عايز ماينس 1 ل 1؟ حاجه تخصك انت، ما انت بتطلع بقى مثلا بتوديه على اي حاجه، فانت عايزه ماينس 1 ده ل 1، خلاص اهي معادله خط بس خلاص. الكنترول طلع 100 يطلع لك انت 1، طلع 0 يطلع ماينس 1، مش ده الرقم اللي انت عايزه؟ خلاص ولا يفرق حاجه خالص بالنسبه لي. عظيم كويس، نيجي بقى الجزء المهم هنا، نرجع تاني نحاول نفهم او نتكلم على البروبورشنال باند. مفهوم البروبورشنال باند هو ايه؟ مفهوم ظريف قوي، لسه هنكستند للسلايد الجايه، بس مفهوم ظريف فيزيكال. ليه فيزيكال؟ بيعبر عن الاجريسيفنس بتاع الكنترولر. انا حتى ليها اسمها دايم بروبورشنال باند، انا جوه الباند دي بروبورشنال للايرور، امال براها ايه؟ ساتوريتد عند كام؟ يا 0 يا 100. تمام، فلو قلت لي الباند دي 5%
من كل الرينج 5% انت بتعمل بروبورشنال كنترول وباقي الرينج انت ساتوريتد، انت كده اون اوف كنترولر يعني. يعني لو جيت في وقت لقيت نفسي محتاج، لقيت نفسك محتاج تعمل كنترول وانت مطلع البروبورشنال باند او الجيم بروبورشنال باند رقم صغير قوي قوي، اسف البروبورشنال باند رقم صغير صح، البروبورشنال باند رقم مثلا 5%، يعني واي باذر وتعمل بي اي دي كنترولر اصلا، ما تحط اون اوف وخلاص يعني. جت على 5% دي يعني هي دي اللي انت هتشوف فيها ولا حاجه. طيب كويس، قبل ما نكمل تعال نشوف بقى ايه الديمو اللي انا بحب اعملها كل شويه. الديمو دي انا بعملها على السوفت وير بتاع فوكسبورو از كوميرشال سوفت وير، نفس اللي هتعملوه في اللاب، نفس انا ممكن افتح اللاب، ممكن افتح اللاب واعمل اللي هعمله دلوقتي، بس انا كده بحرقت لك اللاب تمام. انا عايزك انت تجرب في اللاب اللي انا هعمله هنا. انا كنت بعمل، تعالوا نعمله سوا. قبل ما شايفين السوفت وير ده معمول سنه كام؟ ده 2006، قديم قوي، من 20 سنه تمام. فانت تقول الله يا ده سوفت وير قديم، صح، بس السوفت وير نفسه قديم. البي اي دي من 100 سنه، البي اي دي مع الالجوريثم يعني اقدم السوفت وير بكتير جدا. فاي دونت كير خالص يعني اللي انا عايز اقوله ايه، البيوتي بتاع البي اي دي ان التكنولوجي عماله تتغير من نيوماتيك لالكترونيك لسوفت وير، والسوفت وير بيبقى احسن واحسن ويغيروا المنظر اللي انت شايفينه ده 100 مره بقى احسن. حتى بعد شويه هفتح الكونفجريتور، هفتح لك الكونفجريتور بتاع البي اي دي واغير لك فيه، فهتبص على الكونفجريتور تقول يا ده شكله قميء جدا، ايه ده؟ ده مش الدراج اند دروب الشيك اللي انا متوقعه، بس ده عشان من 20 سنه كونفجريتور قديم، دلوقتي اتغير. لكن رغم كده هي البي اي دي فانكشن بلوك، هي البي اي دي فانكشن بلوك سرفايفنج جاهزه زي ما هي. كويس، ده البي اي دي كنترولر وده بروبورشنال اونلي كنترولر. ده البي اي دي كنترولر بتاعه كويس، وده بروبورشنال اونلي كنترولر عظيم. انا ظبطت اهو، عرفت منين ظبطته؟ اروح على تاب اسمه كونفيج. زمان قبل ما كنت اجيب قبل ما الاقي السوفت وير ده على الانترنت بتاع بي سي كنترول لاب اللي اديتولكو ده، كان كنت بعمل الديمو دي هنا، وللاسف كان صعب ان انا ادي الفيرشوال ماشين دي للطلبه، وكان في ناس بياخدوها مني 4 جيجا. بس كانت المشكله ايه؟ انه بيلوس، يعني بيلاقي البوتلز كتيره قوي هنا بيلوس. ده عباره عن بي اونلي كنت عرفت ان عرفت من البارامتر ده مود اوبشن بي. لما هناخد البي اي هتلاقي كلمه المود اوبشن ده طلع ايه؟ بي اي. البيريود كام؟ نص ثانيه زي ما قلنا، السكان سايكل بتاعته نص ثانيه، عظيم. طيب تعالوا نبص على التيوننج البروبورشنال باند 200. هي البروبورشنال باند ممكن تكون اكتر من 100. عادي. يعني ايه بروبورشنال باند اكتر من 100؟ بروبورشنال باند اكتر من 100 معناها ان عشان الكنترول اوتبوت يتغير من 0 ل 100 لازم البي في تكون تتغير اكتر من السكيل. ما انا مش هيحصل، انا حر، انا مش عايز اوصل الكنترول اوتبوت بتاعي ل 100%. البروبورشنال باند 200 معناها الجين بكام؟ بنص تمام. فانا مقلل الجين شويه ليه؟ امتى اعمل كده؟ لما يكون الفولف بتاعي مال كبير تمام. فانا مش متوقع ان انا هوصل لايه؟ لاخر السكيل بتاعي. طيب عظيم. طب تعالوا نشوف الكنترول ده، تعالوا نشوف الكنترول ده، وهبدا بقى اسالكم. انا دلوقتي على الكنترول زي ده كده، لو جيت زودت السيت بوينت بدل 250 خليتها 300 وهدوس انتر، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ خد بالك انا ما عنديش بروسيس، افكركم تاني ما عنديش، فانا مش بسالك اللي هيحصل ايه عشان تقول لي حاجه هتوسليت. مفيش حاجه هتوسليت، مفيش بروسيس. يعني ايه مفيش بروسيس؟
انا بحاول افهم الكنترولر لوحده، عشان لما احط مع لوب ابقى متخيل المفروض يعمل ايه. فدلوقتي لو انا زودت ال 300 كست بوينت والبي في ثابته 250 والكنترولر بي اونلي والبروبورشنال باند 200، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه عايز ابص عليها المعادله كانت ان بتساوي الجين في الايرو زائد البايز، فالجين قلنا بنص، الجين بنص، البايز بكام؟ تعال نبص في هنا تاب كده يقول لي كلمه البايز اهي 40%، البايز 40% رقم، اي رقم بس هو 40%. تمام كويس. لو انا جيت زودت الست بوينت دلوقتي من 250 خليتها 300، ايه اللي هيحصل؟ الكنترول اوتبوت هيبقى كام؟ تلتمية ناقص 250، 50، الجيم بكام؟ هو برسنتج البايز رقم ان برسنتج، خد بالك الام بتساوي الجين في الايرو زائد البايز، صح؟ الام از ان برسنتج، فالبايز ان برسنتج نفس الرينج، نفس الانجنييرنج يونتس اللي هي برسنتج يعني بتاعت الام، فهي 40% الجيمه زي ما هي. بدليل دلوقتي ان الايرو صفر اهو، بدليل ان الايرو صفر والكنترول متابع 40% ده البايز اهو. تمام. لو زودت السيت بوينت ل 300، ده سؤال كويس، البي في رينج اهو في كولوم هنا اسمه ميجرمنت، الكولوم اللي اسمه ميجرمنت ده بيقول لي الهاي انبوت 400 واللو انبوت صفر، فالرينج بتاع البي في 400. لو ما كنتش اهتميت بيه هطلع اي حسابات غلط. كويس. من ضمن الحاجات اللي موجوده هنا، انجينيرنج يونتس، انجينيرنج يونتس متر كيوب بير اور، بتعبر عن ايه انجينيرنج يونتس دي؟ بتعبر عن البي في بتاعي يونتس اتو متر كيوب بير اور. هل التكست ده يفرق حاجه مع الكنترولر؟ ولا حاجه. ده تكست ليك انت، التكست ده ليك انت، زي ما انا مسمي الكنترولر هنا بي، يعني انا ممكن اغير لك التكست ده المتر كيوب على اتش ار واسميه احمد، ممكن اغير التكست ده، ممكن اغير اسم الكنترولر واسميه كلاس 24، ممكن اسميه كده، انا حر اسم الكنترولر ده ولا يعني اي شيء. نفس الكلام الانجينيرنج دونتس دي، ده رقم ليك انت، ده تكست ليك انت يعني. اوكي. معادله الكنترولر ما يفرقش معاها التكست اللي انت مسميه ايه ولا الانجينيرنج يونتس ولا الكلام ده خالص. طيب نرجع تاني، هزود الكنترولر اوتبوت بدل 250 اخليها 300 كده، انا الايرور هيبقى كام؟ هيبقى 300 ناقص 50، 50 على 400 يطلع كام؟ 50 على 400 ده كام؟ 12.5% ده الايرور، يتضرب في كام؟ يتضرب في نص. كويس قوي. يطلع كام؟ يتضرب في نص 12.5 يطلع 6.25. الكنترول اوتبوت لما زود السيت بوينت، الكنترول اوتبوت المفروض على حساباتنا لو دوكيت هنا 300 هيزيد من 40 لكام؟ 46.5 هو ده 46.25. يا ترى هيزيد ابربتلي ولا هيزيد جرادولي؟ المعادله قالت ايه؟ Why are we discussing this؟ مش في معادله؟ Is it subject to our discussion؟ المعادله قالت ايه؟ M بتساوي gain في error زائد bias. الست بوينت زادت. هل المعادله قالت لا الست بوينت زادت نعمل فلتر؟ لا، المعادله قالت الست بوينت زادت، المفروض تتحسب على طول. 300 هدوس انتر 46.25 بالملي
تمام؟ الرقم ده هتعمل، هقول لك في اللاب جربه، هقول لك في اللاب جربه، وهاجي في الامتحان اقول لك لو سمحت اعمل كده. تمام؟ هو ده الاندرستاندنج اللي انا عايزه، يعني يريتش ليفل اوف اندرستاندنج البي اي دي بيشتغل ازاي؟ ان انت يو كان بريدكت هو المفروض يعمل ايه؟ ولما ما يعملش اللي انت فاهمه ما اجيش اقول ايه؟ اصل البي اي دي بيهيس. البي اي دي بيهيس. هو في الجوريثم بيتنفس حاجه من اتنين، يا اما انا فاهم غلط، يا اما في حاجه في الكونفجريشن بتاعته غلط. يعني لو كنت حسبت ونسيت تقسم على 400 وتضرب في 100 وتحول برسنتج كنت هتطلع رقم تاني خالص. فتيجي تبص اه ده طلع 46.25 صح؟ تقول الله يبقى بيهيس. انت اللي نسيت حاجه، نسيت انك تحول برسنتج. بس في نقطه مهمه دلوقتي جدا وانا بشتغل، في نقطة مهمة جدا وانا بشتغل محدش وقفني فيها، انا قلت لك هزود السيت بوينت من 300 من 250 خليها 300، قلت لك هعمل كده. فقلت لي كلكم اه يبقى الايرور بيساوي سيت بوينت ماينس بي في. والله هو الايرور دايما سيت بوينت ماينس بي في. كان مفروض حد يقول لي هو ريفرس اكتنج ولا دايركت اكتنج، لان لو دايركت اكتنج كان كان الكنترول اوتبوت ما كانش هيزيد كان هيقل. اغيره لكم دلوقتي ونشوف. تعال نرجعه تاني، نرجع السيت بوينت زي ال 250 اهو، وهوريكم الكونفجريتور العقيق دوت. كونفجريتور عقيق جدا جدا من ايام الهكسوس. في بارامتر هنا اسمه increment option كان زيرو، مسمينه increment option. يعني ايه increment option؟ هل هو increment ولا لا؟ فهو كان زيرو اللي هو الديفولت العادي اللي هو ريفرس اكتف، انا خليته 1 دلوقتي وهدوس انتر. هل كفايه؟ لا، ده لازم ادوس دن عشان يعمل داونلود. ولما يعمل داونلود للبلوك هتلاقي، هتلاحظ ان الشاشه دي لثانيه كده ممكن تعمل لون سيان، معناها ان هي بتانيشاليز نفسها اهو دن سيان ده ورجع تاني، معناها ان هو رمى البلوك تاني على البروسيسور في اللحظه دي. كويس. الكنترولر دلوقتي It will take some time بس عشان اللي انا غيرته ده. كويس. وبعدين هستنى لغايه ما يثبت، وبعدين هعمل نفس التست تاني. هاجي على السيت بوينت بس مستني ثواني كده، هيثبت عند 40 كده كده 250. هزود السيت بوينت ل 400، مش كانت 400 كانت 300 اسف. خليها 300 زي ما هي برضو. هزود الست بوينت ل 300. المفروض ايه اللي يحصل؟ الايرور يبقى كام؟ هيبقى بي في ناقص ست بوينت اللي هي ماينس 12.5% اللي في الجيل اللي هو نص، يطلع ماينس 6.25% الضعف على البايز. البايز بكام؟ ب 40. ويطلع الكنترول اوت بكام؟ ينزل كام؟ ينزل 40 ماينس 6.25 اهي، يطلع 33.75. نزل بالظبط 6.25. طب كويس، تعال نصعبها شويه او نجرب حاجه ثانيه. هرجعها ثاني 52 عشان ارجع من الوضع ان البي في بتساوي السيت بوينت الاثنين زي بعض. بعدين اجي على التيوننج هنا. التيوننج سهل، بغيره من الديسبلاي، مش محتاج ادخل للكونفجريتور. ليه؟ عشان ده اي كان ادجست النهارده وممكن اجي بكره، طبعا مش لدرجات دي يعني، بس ممكن دلوقتي وانا بجرب اتيون اجرب كذا مره، مش كل مره هعمل ايه؟ داونلود للفانكشن بلوك. اصلا داونلود للفانكشن بلوك في الرننج سايت سي بيبقوا خايفين جدا. بيقول لي انا انت هتداونلود؟ لا ما ينفعش. فبقول لهم انا محتاج داونلود، في حاجه لازم اغيرها. فهو ما ينفعش النهارده. ما ينفعش تبقى خلاص. باي باي. خلاص؟ هاخد نفس الفلوس تاني الاسبوع الجاي لما اجي لكم
ويكون مسموح ان انا اعمل داونلود. ملاش حل، انا محتاج اعمل داونلود كويس، لكن التيونينج ده ممكن اغيره كل شويه. تمام، فانا هغير الجير اخليه، اغير البروبورشنال باند اخليها 20%. ما حصلش تغيير دلوقتي ليه؟ عشان الايرور صفر. بس خد بالك البروبورشنال باند 20% معناها الجيم بكام؟ 100 على 20 مش 100 على 0.2، 100 على 20 يبقى كام؟ 5. طيب لو انا دلوقتي جيت على البروبورشنال باند على السيت بوينت، اسف، وهخليها بلاش السيت بوينت المره دي، هخلي البي في تغيير بقى، البي في هزودها اقللها، هقلل البي في بدل 250 دي هخليها 150. خد بالك انا بقلل البي في ماشي، بقت بدل 250 بقت 150، الايرور يبقى كام؟ بي في ناقص سيت بوينت، بي في 150 ناقص سيت بوينت 250 يطلع كام؟ يطلع ماينس 100، ماينس 100، لان البي في دلوقتي بقت 150 اهي. طب ازاي بقدر اغير البي في؟ عشان ما عنديش بروسيس. لو انا ببقى انا بدخل، طب ايه البوينت ان انا بعمل كده؟ انا محتاج ان انا افهم البي اي دي تماما. ها يعني عايز ابقى بتكرع بي اي دي بعد شويه، عشان لما البي في تتغير كده اقول الاوتبوت هيطلع عامل ازاي. لو وصلت للمرحله دي يبقى انا كده اي ماستر بالبي اي دي كنترول. بحط في لوب ابقى عارف هو شغال صح ولا لا، شغال كويس ليه ومش شغال كويس ليه. كويس، طيب البي في بقى 150 بدل 250، ايرور بي في ناقص سيت بوينت وتيجي تبقى دايركت اكتف يبقى كام؟ ماينس 100، ماينس 100 على 400 ده الرينج، يطلع كام؟ ماينس 25%، مش ماينس ربع، ماينس 25 بشتغل برسنتج، ماينس 25%، الجيم بكام؟ 5، ماينس 25% في 5 يطلع كام؟ ماينس 25 في 5 يطلع كام؟ ماينس 125، ماينس 125 زائد 40 تطلع كام؟ تطلع ماينس حاجه كبيره، ماينس 80 ولا ماينس 85 صح كده؟ الكنترول هيطلع كام؟ صفر، هو عند صفر. انترنالي طلعت ماينس رقم كبير، ماينس 80، ماينس حاجه و70، لان هو انترنالي ماينس 100، ماينس 25% اتضرب في الجين اللي هو 5، ماينس 125% زائد البايز اللي هو كام؟ اللي هو 40. كام بالظبط؟ ماينس 125 زائد 40 يطلع كام؟ ماينس 85. افتكروا بس الرقم ده دلوقتي ماشي. المهم انا هخليه هنا 150، الكنترول اوتبوت طلع صفر. اجي في الامتحان، اجي في امتحان الفاينل، ودي الستودنتس واديكم سؤال زي ده كده بالظبط، والاقي طلبه بمنتهى الاريحيه كاتب لي كده ماينس 85%. ما هو مش متضايق، انا ببقى متضايق، متضايق ان انا عمال يعني بقول طب ما اسجل لهم المحاضرات واديها لهم، المحاضرات عندي متسجله، انا ليه قاعد بتكلم؟ ما خلاص هو كده كده بيدخل الامتحان يكتب لي ماينس 85%، مش متضايق، هو يعني بيغيظني في الامتحان. طيب دلوقتي لو انا جيت على البايز وزودت بدل 40 غالبا مش هعرف، لو محتاج ازود رقم كبير او مش هعرف. لو زودت بدل 40 خليتها 60 هيفرق حاجه؟ مش هيفرق حاجه، وزود 20% على رقم كده كده نيجاتيف مش هيفرق حاجه اصلا، اهو ما فرقش حاجه. انا فاهم صح؟ تمام، انا زودت البايز من 40 ل 60 ما فرقش حاجه. طب لو جيت على السيت بوينت دلوقتي او الميجرمنت، خلينا الميجرمنت اهي، وخليتها 150 خليتها 200، المفروض بقى كده خلاص بقى تبقى الكلام ده بيس اوف كيك. انا بزود ده اولا موضوع افكر ده دايركت اكتنج ولا ريفرس اكتنج. ده دايركت اكتنج معناه ايه؟ دايركت اكتنج انكريمنت دي بتابلاي على ايه؟ على السيت بوينت ولا على البي في؟ على البي في. كويس، فانا دلوقتي بزود السيت بوينت، بزود اسف البي في، ارفع البي في او بزود البي في، يبقى اقدر على طول ايه اقول انكريمنت هو هيزيد. يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده وانت بتحل وانت بتجاوب على السؤال انت عارف هيزيد ولا يقل من هو ريفرس اكتنج ولا دايركت اكتنج. تمام، فانا بزود البي في، هزودها ل 150، ازودها ل 200، تعال نشوف هيفرق ولا لا.
لما يبقى 200 الايرور هيبقى كام؟ الايرور هيكون من بي في ناقص 6 بوينت اللي هي 50 ماينس 50 على 400 يطلع كام؟ ماينس 12.5%. تضرب في الجير اللي هو 5 يطلع كام؟ ماينس 12.5% يطلع ماينس 50. ماينس 50 زائد البايس 60 يطلع 10%. لو حساباتنا صح المفروض يطلع 10% بالظبط. تعال نشوف. انا ماشي مع اهو غلطنا في حاجه. 60 بالظبط. 12.5 في 5 غلطنا في الملتيبيكيشن. كويس 12.5 في 5 انا ماشي معاكم. 12.5 في 5 ب 60 فكده ايه 60 وماينس 60 و 60 طلع صفر بالظبط. لو كده الحسابات صح لو زودت البايز بتاعي بقى 60.5 ب 62.5 بالظبط. يبقى لو زودت البايز بقى 2 بقى 63 كده المفروض الاوتبوت يزيد كام؟ نص. تعال نشوف اهو بالظبط زاد نص. انا كنت بعمل الكلام ده من 20 سنه بالليل في فندق في فرنسا قاعد ماسك الكتاب بتاع هارولد ويت. بتكلم بجد مش ماسك الكتاب بتاع هارولد ويت كاني بفك طلاسم وماسك الفيرشوال ماشين ديت وماسك الكتاب وعمال اشوف ده الكتاب بيقول ايه وقدامي الفيرشوال ماشين بتعمل ايه. ليه بعمله؟ عشان الصبح بتست لوبس فيها البي اي دي كنترولر. فالمهندس اللي معايا عمال بيغير حاجات بيكسبكتس حاجات معينه وانا مش فاهم اللي بيحصل. يعني انا مش قادر اجزم في ايه المشكله. مش قادر احط ايدي على المشكله. فارجع بالليل ماسك الحظ حلو انا ما اعرفش الكتاب بتاع هارولد ويت ده وقع في ايدي ازاي يعني. فامسك الكتاب وامسك الفانكشن بلوك اقرا الكتاب وبعدين ابص اجرب على الفانكشن بلوك. الله ده اللي بيقول فعلا موجود. انتوا هتعملوا الكلام ده في اللاب. هطلب منكم تعمل الكلام ده في اللاب. لا هو اللاب فيه فيتشر نفس الفيتشر انك تلغي البروسيس وتغير البي في وتبص على الكنترول اوتبوت وتشوف اللي بيحصل ايه في الكنترول اوتبوت. والهدف من اللاب مش ان انت تقعد تدوكيمنت اللي انت شايفه. هدف من اللاب انك قبل ما تغير السيت بوينت تسال نفسك يا ترى الاوتبوت المفروض يطلع عامل ازاي؟ ما هو سهل قوي. اي حد ممكن يغير السيت بوينت يبص طلعت 50% اكتب يا عم 50% هو ده الهدف. اسال نفسك قبل ما تعمله الاوتبوت المفروض يبقى كام؟ لو عرفت وطلع الاجابه صح يبقى انت كده ايه؟ فهمت الدرس بتاعنا. لو ما طلعش صح ارجع ادرسه تاني ارجع ذاكر تاني. طيب تعال ناخد بريك لغايه